السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ملك كتابة. ملك كتابة النهاردة في حلقة الخميس يغيب عنا الزميل العزيز الكبير المهندس عادل القيعي لسفره خارج البلاد في مهمة خاصة، في رحلة أسرية، أجازة شخصية ملهاش علاقة بكل الناس اللي بقالها يومين من وقت ما عرفوا ان المهندس عدلي مش موجود في حلقه النهارده. تقريبا اتعمل منه 10 نسخ، نسخه سافرت اوروبا، ونسخه سافرت افريقيا، ونسخه سافرت دوله عربيه، وكل السطح الاعلامي والسوشيال ميديا ما لهاش كلام بقالها يومين الا سؤال دايما بيلاحقني، هو المهندس عدلي فين؟ المهندس عدلي في اجازه خاصه، يرجع لنا بالسلامه بعد اسبوع ان شاء الله. حلقه مهمه فيها 6 عناوين مهمين: المراكبي وعبد الوهاب ولحن الوفاء، تسديدات نحو مرمى الخطيب، الأهلي والواجب الوطني بامتياز، نادي القرن ومهمة الدخول لدور المجموعات. لكن كل هذا وقالوا المستقبل مأساوي، وأخيرا تتوالى الأهداف خارج الملعب. ده المحتوى بتاع حلقة الليلة اللي هيناقشه معانا الكاتب الصحفي الموسوعي الكبير الأستاذ حامد عز الدين، واحد من الإعلاميين الكبار، واحد من الأهلوية الثقاه، هيكون معانا ضيف إن شاء الله بعد قليل. لكن عايز أقول لكم إنه فريق الأهلي يمكن الناس منشغلة جدا بمسألة المدرب الجديد، والسؤال الملح والإلحاح الإعلامي المتواصل، ولو حد عمل تحليل مضمون للجرايد هيضحك جامد. جورنان بيأكد على اسم، وجورنان ضد الاسم، جورنان بيزعم او بيجزم ان هو فلان، والتاني بيزعم انه علان. كل ده لانه باستمرار فيه انطباع انه الاهلي بيتكتم بشده، والاهلي بيفرض سياج السريه، والاهلي غاوي يشتغل بدون اي ضوضاء وبدون اي اعلان. وهي المساله ده حق طبيعي في التفاوض، بس المهم ان جمهور الاهلي ما يقلقش. طبعا لجنه التخطيط والمتابعه لنشاط كره القدم في النادي فيها قمم كرويه كبيره وخبرات من كل الاجيال. يمكن الناس ما بتلاحظش انه تقريبا 60 سنه كوره او 70 سنه كوره في النادي الاهلي ممثله في هذه اللجنه. شوفوا بقى الدكتور طه اسماعيل الخبير الكروي الكبير جدا، ممثل للجيل القديم في النادي الأهلي أو جيل كرة النادي الأهلي في الخمسينات والستينات. يتواصل معاه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بكل ما في خبرات جيل السبعينات والثمانينات، وبيلضم معاه الكابتن زكريا ناصف أيضا اللي أخذ فترة طويلة جدا من الثمانينات والتسعينات، وبيكمل الكابتن خالد بيبو في الألفية الجديدة، وبيكمل معاهم في حضور الجلسات بوصف مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ أحد نجوم الجيل الجديد في النادي الأهلي. يعني ترابيزة عليها كل هذه الخبرات، عليها كل هذا الحرص على مستقبل النادي الأهلي، عليها كل هذه الدراية بأهمية كرة القدم للنادي الأهلي. فعايزكم تبقوا مطمئنين جدا إنه المسألة الناس بتناقش عروض كتيرة جدا، بتناقش ترشيحات كتيرة، وفي الآخر سيتم اختيار الأنسب. بس الأهم من كل ده، ما هو الفريق مش متعطل، الفريق بيتمرن، كابتن محمد يوسف القايم بالمهمة على أكمل وجه في الفترة الحالية، عنده دراية كافية على اللعيبة، بيقود التدريبات في هذه المرحلة. يعني الأهلي وهو يبحث عن المدرب الأجنبي اللي إن شاء الله يفي بكل طموحات النادي الأهلي ورؤية أعضاء لجنة الكرة والتخطيط والمتابعة، هيكون الفريق جاهز والعناصر بتأدي أدوارها على أكمل وجه. النهاردة ده جانب من التدريبات اللي بدأ الفريق بيأديها بانتظام استعدادا للقاء بطل غينيا الاستوائية، المباراة اللي هتكون في بداية دور الـ 32 إن شاء الله لدوري أبطال أفريقيا، البطولة المهمة المرصودة في أجندة النادي الأهلي. لكن زي ما قلت لكم العمل بيسير على كل الاتجاهات. في كرة القدم الجهاز الفني الحالي بيأدي كل هذه المهام بحرص شديد جدا، رمضان صبحي نجم الفريق انتظم في التدريبات مساء اليوم، وكان اكتفى بأداء تدريبات بدنية حول الملعب في هامش المران الجماعي خلال اليومين اللي فاتوا. الأهلي زي ما قلت لكم
بيستعد بكل هذه الجديه للقاء كانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه. سعد سمير ومحمد محمود الاثنين بيواصلوا التدريبات التاهيليه. انتوا عارفين انه سعد سمير كان مصاب في الركبه ومحمد محمود كانت اجريت ليه جراحه في الرباط الصليبي. كابتن محمد يوسف ايضا في تجهيز العائدين من الاصابه. كابتن شريف اكرامي حارس المرمى الدولي الكبير بعد ما شفي او من اصابته في الجراحه اللي استؤصلت ليه بعض العظمه زياده في الركبه، لكن انتظم في التدريبات في الفتره الاخيره واجتمع معاه الكابتن محمد يوسف والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره. مروان محسن بعد ما رجع من اجازته اكتفى بمران بدني خفيف، وزي ما قلت لكم كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بيعكف على دراسه كل هذه الترتيبات في هذه المرحله. وبالمناسبه كان غاب من يومين وانشغل في الفيوم بتلقي العزاء في وفاة المغفور لها عمته بن شاطر الكابتن سيد الأحزان، وأيضا يمكن امبارح كان أيضا الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وشقيقه المستشار أسامة أنديل كانوا تلقوا العزاء في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقاهم الأستاذ محمد أنديل. وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء المجلس ولفيف الحياة من الأهلوية على مشاطرة الأستاذ طارق أنديل والأستاذ أو المستشار أسامة أنديل الأحزان وتلقي واجب العزاء. على اتحاد الكورة لأنه المسائل برضو مرتبطة ببعضها، إذا كان الأهلي بيستعد فاتحاد الكورة كمان في اللجنة الجديدة المعينة برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني بتعكف على دراسة كل الترتيبات للموسم الجديد. وامبارح اتحطت في اختبار أولي، الزمالك لعب مباراة مع مصر المقاصة فاز على مصر المقاصة بهدف وتأهل للدور قبل النهائي لكأس مصر، لكن المسائل لم تسلم من انتقادات شديدة جدا لطاقم تحكيم المباراة برغم أن كل استوديوهات التحليل التحكيمية سجلت على الحكم محمد معروف تجاوزه أو إهماله ركلتين جزاء حسب حتى تأكيدات أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة وابن الزمالك اللي خرج بعد المباراة وقال إن احنا خرجنا كفريق للمقاصة من الدور من كأس مصر بفعل أخطاء التحكيم الواضحة جدا، لكنه معروف لم يسلم. وبالتالي الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الجديد اللي تقرر تعيينه بالأمس لم يسلم هو ومجلس إدارة من انتقادات رئيس نادي الزمالك على هذه الخطوة واختيار جمال الغندور رئيس للجنة الحكام. وقال رئيس نادي الزمالك أنه لن يتعامل مع اتحاد الكرة وأنه يرفض ويرفض. وطلع اتحاد الكرة النهاردة بتأكيد على رفض التدخل من كل الأندية وأنه مش مسموح لأي نادي الضغط لتغيير رئيس لجنة حكام أو إدارة أي لجنة من لجان الاتحاد. وأفلح إن صدق، لو الاتحاد فعلا هذه اللجنة قدرت تفرض قراراتها وتفرض سيطرتها على الملف الكروي عامة وتختار وفقا لرؤيتها هيكون ده بداية الكلام الصح، ومش بالضرورة زي ما قلت لكم الأمور تكون على الجميع. على الجميع، انت عايز في مرحلة إصلاحية، عندك أهداف كبيرة جدا، عندك طموحات كبيرة جدا، جاي في مهمة الفيفا اعتمد وجودك فيها، فبالتالي عندك شرعية دولية كافية جدا، عندك طموحات محلية كبيرة جدا، عندك ثقة رسمية في الدولة كلفتك بهذا الملف في هذه المرحلة، عناصر على درجة من الكفاءة، على درجة من النزاهة، وعلى درجة عالية من الرغبة في النجاح زي ما سمعته عمرو الجنايني في المؤتمر الأول اللي عقده. فإن شاء الله يتمكنوا من إنجاز كل هذه الملفات الصعبة. امبارح أخذوا بعض القرارات زي ما قلت لكم، عينوا الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، ويمكن النهاردة عرفت أنه جمال الغندور بيعكف على تشكيل اللجنة فيها بعض المفاجآت. حسب معلوماتي بنسبة تزيد عن 95% جمال الغندور مستقر على أعضاء اللجنة فهيم عمر، تامر دري، وياسر عبد الرؤوف. دي العناصر الثلاثة المستقر عليهم الكابتن جمال الغندور حسب معلوماتي حتى الآن، وهيسلمهم طبعاً لمجلس إدارة الاتحاد عشان يعتمد التشكيل ويقدر يقول. وده المفروض اللي ده اللي يطرح، انت بتتكلم على هذه العناصر تبقى المسائل واضحة جدا للجميع علشان يبقى الكل عارف بشكل شفاف وواضح مين اللي هيبقى مسؤول عن هذه الملفات
وتكون المسائل معلنة للكل. مجلس إدارة الاتحاد كلف الكابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله عضوي المجلس بإعداد تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 في نوفمبر الجاي. أنتوا عارفين إنه مصر في شهر نوفمبر هتستضيف تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. فبالتالي المنتخب الأولمبي المصري بقيادة الكابتن شوقي غريب هو اللي هيشارك. أول مشكلة ظهرت لاتحاد الكرة، أنت بتقول لي أنا عايز أوقف أو عايز أحط جدول دوري منتظم جدا وممنوع التأجيلات وممنوع التعديلات، لكن في نفس الوقت من 8 ل 22 هتستضيف التصفيات الأولمبية. النهارده منتخب الأولمبي لعيبته مش ناشئين، أنت لغيت مسابقة 97 و98، فبالتالي أصبحوا عناصر أساسية في قوائم الأندية. طيب هتقدر تلعب دوري وعندك البطولة شغالة؟ البطولة هتاخد 22 يوم أو 20 يوم، وهيسبقها طبعا معسكر إعداد للمنتخب قد لا يقل عن أسبوعين، فبالتالي أنت عايز أكتر من شهر لعيبة المنتخب الأولمبي مع الكابتن شوقي غريب. اتقال إنه لا، الدوري هينتظم. كويس، الدوري ينتظم مبدأ مهم جدا وهدف مطلوب، بس الدوري ينتظم العدالة وتكافؤ الفرص فين؟ فريق زي النادي الأهلي المنتخب الأولمبي تقريبا بياخد منه 6-7 لعيبة وعناصر بقت مؤثرة. يعني يكفي ان انا اقول لكم مثلا رمضان صبحي لاعب محترف انت استعارته من النادي الانجليزي دافع فيه مبلغ كبير جدا، لما يجي يتقال لك هتلعب شهر او اكتر من شهر في الدوري بدون هذه العناصر، لا المسألة مش فير. اكيد فريق زي الجونة عنده عناصر كتيرة جدا سواء ولاده او المعارين من الأهلي في المنتخب الأولمبي، هيلعب من غيرهم ازاي؟ يتقال لا ما هو انتوا احنا عشان كده عملنا قائمه ال 30. لا، قائمه ال 30 مش منحه ولا هبه ولا سلفه من حد. ما انت في نادي، اي نادي منافس هيلعب بقائمه كامله عنده 30 لاعب ويلاقي النادي الاخر محروم من 6-7 لعيبه او اكتر او اقل في مباريات رسميه. هنا لو هنحل المشكله بالذهنيه القديمه وبسياسه العناد اللي بين الاتحاد والانديه مش هتتحل، لانه منطقيا جدا وبشكل عادل قوي مفيش فريق يجبر على اداء مباراه وهو منقوص القوه القانونيه بتاعته، ما حدش يملكها، ولو اشتكى هيعتبروا ان المسابقه وديه. طب الحل ايه؟ لازم يبقى في حوار، لازم يحصل فيه تعاون بين الانديه والاتحاد، بين الانديه والاتحاد، كل الانديه بما فيها النادي الاهلي، الاجهزه الفنيه لازم تكلم بعضيها، بمعنى انه الدوري ينتظم زي ما كنا هنحل المشكلة على الطريقة التونسية في كأس الأمم ومحدش سمع الكلام وخليته الدوري وصل لغاية بعد كأس الأمم وحصل اللي حصل ورحتوا المحاكم. الحل التونسي ينفع دلوقتي في الأزمة ديت، بمعنى خلاص كابتن شوقي غريب ياخد العناصر في معسكر المنتخب الأولمبي حقه، لأنه مصر هتنظم بطولة يهمنا جدا إنها تكسبها ويهمنا جدا إنه المنتخب الأولمبي إن شاء الله يروح الدورة الأولمبية وينافس على ميدالية في كرة القدم. طب والانديه تعمل ايه؟ خلاص نلجا للحل التونسي، اللعيبه تنتظم مع المنتخب الاولمبي والجدول للدوري ينتظم، بشرط انه بالتعاون ما بين الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي والاجهزه الفنيه في الفرق اللي منها لعيبه في المنتخب الاولمبي يحصل تنسيق. الاهلي بكره عنده مباراه في الدوري، طيب الكابتن شوقي غريب واخد 6 لعيبه، الجهاز الفني للاهلي الخواجه الجديد عايز كام من الستة دول؟ إذا كان عايز الستة دول كابتن شوقي يسمح لهم، بس يكون الستة هيلعبوا وإلا ينتظموا في معسكر المنتخب الأولمبي، يخرجوا يوم المباراة يلعبوا المباراة مع ناديهم ويرجعوا لمعسكر المنتخب الأولمبي، ساعتها هنبقى قدرنا نحافظ على انتظام جدول الدوري وفي نفس الوقت قدرنا نوفر للمنتخب الأولمبي العناصر اللي تقدر تفيده في البطولة. لكن فكرة إن المنتخب الأولمبي ياخد اللعيبة ويقفل الباب ومحدش خارج الا بعد انتهاء البطوله، طب والانديه تعمل ايه؟ الحل الطبيعي ان انت بتاجل الدوري ونرجع نشتكي من المؤجلات، لكن نقدر بحلول توافقيه نوصل لنقاط اتفاق بشرط ان يبقى في حوار، وحوار بين الاجهزه الفنيه، ما بقولكش ياخد اللعيبه عشان تقعد في المدرج، لا الجهاز الفني يبقى عارف احتياجاته في مباراه الغد، محتاج 3 لعيبه من السته، محتاج السته كلهم، محتاج واحد فقط، احتياجاته الفنيه الحقيقيه يعني اللي هيدخل بيهم قائمة ال 18 يقدر ياخدهم ويرجعوا
للمنتخب الأولمبي فور انتهاء المباراة. أتمنى أنه يحصل نوع من التنسيق، وجود الكابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله اتنين نجوم كورة كبار وليهم خبراتهم وليهم رؤيتهم بالتأكيد. نخرج من سياسة العناد ونبدأ لحوار إيجابي علشان الكل يساند والكل يزق في عربة الكرة للأمام. لجنة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عندها رغبة شديدة جدا في النجاح. الكرة المصرية تستاهل وتستحق في الظروف ديت ان احنا نقدر نقدم لها الدعم الكافي بشرط ان الكل يتعاون، وما اعتقدش ان ده فيه ضرر بأي طرف، كل الأطراف هتستفيد. الجدول ينسق بشكل جيد ما يتعطلش والكل يلعب. كمان اتحاد الكرة امبارح قرر تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني، المنتخب الوطني اللي لسه لغايه دلوقتي ما تشكلش جهازه الفني، وامبارح لما قعدوا شافوا انه ما عندهمش ضغط ابدا انه يعينوا جهاز فني للمنتخب، صحيح انه مدرب وطني، وصحيح ان الاسماء خلاص بقت محصوره في اسمين ثلاثه، لكن قال لك طب احنا مش مضغوطين. احنا الاول نخلص موضوع الدوري وتشكيل لجان الاتحاد وبعد كده نبص الملف المنتخب. ف كان في دعوه من احدى الشركات لاقامه مباراه بين منتخب مصر الاول مع البرازيل، تم تأجيلها. المباراة المفروض تتلعب في شهر أكتوبر اللي جاي، تم تأجيلها لحين تعيين الجهاز الجديد للمنتخب. وكلفوا الدكتور جمال محمد علي عضو المجلس والدكتور وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي لحضور اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم اللي هتكون في جدة إن شاء الله يوم 16 سبتمبر. كونوا لجنة للانضباط برئاسة أحد رجال القانون لضمان النزاهة والشفافية وتطبيق العدالة على الجميع وعودة الانضباط للملاعب المصرية. دي مسألة مهمة جدا، مهمة جدا، إن أنت عايز تقول إنه لجنة المسابقات مش هي اللي هتاخد عقوباتها ومش هي هتاخد القرارات. الخروج عن النص زاد، الانفلاتات على ودنه، التجاوزات حدث ولا حرج، الإساءة التشهير والتجريح وكل خروج عن كل القيم وكل الحدود على المشاع. طب الناس اللي بتحكم الكرة فين؟ كان الكلام بيمسهم هم شخصيا وبيمس أعراضهم ويمس زمامهم ومحدش كان بيعترض. طب مين اللي هيقدر يضبط الإيقاع ده كله؟ مين اللي هيقدر يسيطر على هذا الانفلات؟ فالاتحاد بيعلن عن تشكيل لجنة للانضباط وبيقول ان هيرأسها احد رجال القانون الكبار. نتمنى تفعيل دور هذه اللجنه وما تكونش لجنه زي كل اللجان السابقه. محتاجين مواجهه هذا الانفلات بشيء من الجرأه، بشيء من الشجاعه، بشيء من الشفافيه. ودي كلها المحددات اللي اتكلم فيها الاستاذ عمرو الجنايني بكل وضوح. لكن خلينا نقول ان الكلام سهل جدا. هذه اللجنه في اختبار حقيقي، عندها فرصه ذهبيه إن تقدر تعمل حاجة. فخلينا ننتظر لما نشوف كل ما يعلن عنه من قرارات وتشكيلات، إيه مدى جدواها وإيه القوة اللي هتشتغل بيها. في الهيكلة الإدارية للاتحاد عينوا الأستاذ الدكتور صفوة النحاس، ده الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، علشان يعمل هيكلة إدارية شاملة للاتحاد وفروعه. وكده بدأنا نشتغل صح، كده بدأنا ندرك إنه الهيكلة الإدارية بتاعة الاتحاد بكل قطاعاته وإداراته ولجانه مع كل الفروع اللي هي المناطق في المحافظات، المسائل كلها متفككة مش مرتبطة ببعضيها أبدا. وشفنا كتير، شفنا كتير لما كان بيتفتح السيستم عشان يسجلوا لعيب يوم الجمعة ويطلع الدكتور محمد زين اللي كان رئيس منطقة بني سويف وقتها ويقول أنا كرئيس منطقتي لا علاقة لها بما حدث وما عنديش فكرة خالص انه لعيب اتسجل في قائمة فريق موجود في منطقتي، والراجل كان اخر من يعلم وقدم استقالته او اعتذروا له وقتها لانه فعلا كشف المستور بالشكل اللي كان فيه عوار حقيقي. كويس ان احنا نستعين بقيمة رسمية كبيرة جدا بحجم وكفاءة وخبرات الدكتور صفوة النحاس عشان يبدأ يعمل هيكلة إدارية للاتحاد وفروعه. وقرروا البدء فورا في مناقشة العروض المقدمة لتطبيق تقنية الفار وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك تدريب الحكام استعدادا لتطبيقها في أقرب وقت. وهنا لازما يرد الفضل لصاحبه. أول حد أشار وطالب بتطبيق تقنية الفار كان النادي الأهلي. لو ترجعوا لبداية الموسم اللي فات، النادي الأهلي
لما اشتد الظلم التحكيمي اللي ظاهر جدا بعد جواب لاتحاد الكرة وقال يعني أما آن الأوان إن احنا نلجأ إلى كل الوسائل التكنولوجية لحفظ حقوق الأندية في التنافس والارتقاء بمستوى منظومة التحكيم، وطلب الأهلي وقتها العمل بتقنية حكم الفيديو المساعد اللي هو الفار، والاتحاد الكرة ما ردش. ولما رد بعد الجواب الثاني اللي الأهلي فكروا بيه قالوا هنطبقه في يناير إيماء اللي خطبكم الورد في كذا كذا، وفاكرين حضراتكم عرضنا الخطابات دي وقتها، بنفيدكم انه بيتم الترتيب لكل الامور علشان يطبق او يبدا العمل بتقنيه الفار في شهر يناير. فات يناير وفات ديسمبر وفات نوفمبر، وبعدين قدامنا شهرين ويجي يناير الجديد ومفيش حاجه حصلت خالص. ده مجلس الاداره السابق في اتحاد الكوره. النهارده اتحاد الكوره في لجنته الجديده بيعلن على انه هياخذ المساله ماخذ الجد، وهيبدا في اجراءات الحصول على التراخيص اللازمه من الاتحاد الدولي، وانه هيبدا يناقش بعض العروض اللي تلقاها من بعض الشركات علشان يبدا في هذه الخاصيه اللي قال الاستاذ عمرو الجنايني انه ربما تحتاج 3-4 شهور فعلى بدايه الدور الثاني للدوري تكون المسائل جاهزه، لانه محتاجه تدريب الحكام ومحتاجه تجهيز كل العوامل الفنيه علشان يبدا هذا الحسم. وافق اتحاد الكرة على سفر المنتخب الوطني لكرة الصالة للإمارات برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق عضو المجلس لأداء مباراتين وديتين ضمن برنامج إعداد الفريق المعتمد من قبل، وده هيكون خلال الفترة من 6 ل 10 أكتوبر. واضح أنه في توزيع للمهام كل حسب خبراته وتخصصاته. وكلف المجلس أيضا الدكتورة سحر عبد الحق عضو المجلس بالإشراف على الكرة النسائية والشاطئية والخماسية باكج واحد. الثلاث ألعاب أصبحت ملفاتها عند الدكتورة سحر عبد الحق. ووافق المجلس على الاشتراك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السيدات تحت 20 سنة، وتقرر إلغاء دورة الطردية لأندية القسمين الثاني والثالث لعدم توافقها مع النظام اللي انتهت عليه المسابقة. يعني الاتحاد عايز يقول إن فيه شروط مسابقة بدأت بيها لما انتهت ما كانتش من ضمنها انه في الاخر يتعمل دور الطرديه. مجلس الاداره السابق كان اقر بلجنه الطرديه او اللي هو ثروت سويله من اللي ادار الاتحاد في الفتره الانتقاليه اللي فاتت، وافق على دوره للطرديه في القسمين التاني والتالت حتى من مسماها. انت ماشي غلط، انت بتعمل دور الطرديه، انت بتراضي الناس. فالمجلس قال لك لا، ده كلام ملوش اي لازمه لان المسابقه بدات بشكل فلازم تنتهي بيه، وعلى الجمعيه العموميه وعلى الانديه اللي ممكن تتضرر من الغاء هذه المسابقه او هذه الدوره انها تدرك ان ده الصح. انت بدات ده الف باء انضباط في اي حاجه. انت بدات المسابقه او البطوله بنظام ما ينفعش تنهي بنظام غير اللي انت بدات بيه. اول ما بدانا اتفقنا على كذا يبقى خلاص نكمل عليه. عندك جديد تعمله في بطوله جديده بقى، لكن الشروط اللي بدا بيها التنافس هي اللي ينتهي بيها. قرر الاتحاد ايضا تشكيل لجنه للتفتيش على الاستادات والملاعب ومتابعه حالتها برئاسه الدكتور احمد عبد الله عضو المجلس. وكلف المجلس ايضا الدكتور احمد عبد الله بالاشراف على المنتخب الاولمبي وجار استكمال تشكيل باقي لجان الاتحاد. وبالنسبه للقيد اتحاد الكره النهارده 29 يوليو بيغلق باب القيد الصيفي او القيد الاولي للانديه. القيد النهارده اللي اتقفل هو خاص باللعيبه القدام، اللعيبه اللي موجودين عندك في قائمتك اللي مستمرين من الموسم اللي فات، انت بتسجلهم النهارده او بتسجلهم في موعد اخره النهارده. اي لعيب موجود في ناديه كان موجود في ناديه ومش هيتسجل النهارده اصبح فري، اصبح حر في الانتقال الا اذا كان له عقد إعارة أو اتفاق أو لكن ما تمش قيده في القايمة وما تمش حسمه في الإعارات أو غيره فالنهاردة بيصبح لاعب حر. القيد بينتهي النهاردة للعيبة القدامى وبيمتد للعيبة الجدد حتى 17/9، و17/9 آخر موعد لقيد اللاعبين الجدد للموسم الجديد اللي حتى الآن بيقولوا لنا هيبدأ يوم 18/9 بمباراة السوبر بتاعت السنة اللي فاتت. شفت نظام كورة كده؟ بنستهل الموسم الجديد 2019 2020
بمباراه سوبر بتاعه الموسم اللي فات اللي كانت لازم تتلعب قبل الموسم اللي خلص. بصوا الفوضى اللي احنا كنا عايشينها ماشيه ازاي. حتى الان ما حدش عارف هي السوبر بتاعه السنه اللي فاتت دي هتتلعب ولا لا. مبدئيا قال لك 18 سكنها في الجدول. طيب ده سوبر السنه اللي فاتت اللي هو الاهلي والزمالك. طب السوبر الجديد لا، ما نبقاش طماعين بقى، احنا بس الاول نخلص بتاع السنه اللي فاتت وبعد كده نتكلم في السوبر الجديد. هي دي اوضاع الكوره وهي دي الفوضى اللي كانت سايده، وهو ده عدم النظام وعدم الانضباط وعدم التعاون. لانه لو هنعند مع بعض وهنشتغل بنفس الذهنيه اللي كانت الناس شغاله بيها كل طرف عنده حق، فتكون النتيجه النهائيه ان انت بتاجل وتفضل تاجل المؤجل لغايه لما يتاجل، فترجع تاجله تاني وبعد لما تفتكره ترجع تاجله تالت، وتلاقي كل الفوضى اللي قادت الكره المصريه وبطولاتها للمحاكم. نتمنى مع اللجنه الجديده لاتحاد الكره الكل فعلا يمشي بترتيب، ويا ريت الكره تتعيد من جاراتها الكره الطايره وكره السله وكره اليد بالاساس. شفتوا انجاز كره اليد النهارده؟ منتخب مصر للناشئين للكره الطايره خسر مباراه الدور قبل النهائي من ايطاليا 3-0. ايطاليا واحده من القوى العظمى في الفولي بول، تقريبا مرشحه تاخد البطوله، لعبت او صعدت للفاينل هي وروسيا. الفاينل هيكون بكره ايطاليا وروسيا، مصر هتلعب الارجنتين على الميداليه البرونزيه. بس شفتوا ولاد مصر الصغيرين رفعوا سقف طموحنا لغايه فين؟ بقينا زعلانين ان احنا بنخسر في الدور قبل النهائي لكاس العالم. عشنا فترات طويله جدا خايفين نطلع بره. بنتكلم على اي مشاركه خارجيه التمثيل المشرف. بنتكلم على الاحتكاك، بنتكلم على مجرد وجودك من هنا ده كويس، بنتكلم على الاستفاده، لا. منتخب الطايره بهؤلاء اللاعبين الصاعدين بيخترق المجال العالمي بكل جراه ويوصل للسيمي فاينل ويخرج النهارده من ايطاليا المرشحه للفوز بالبطوله. ودي العدوى الايجابيه اللي اصابت الكره المصريه او اصابت كره الطايره من كره اليد. لانه اللي حصل من كره اليد الحقيقه كان شيء مبهر جدا. منتخب شباب ياخد الميداليه البرونزيه في بطوله العالم ما كناش مصدقين. واذا بمنتخب الناشئين بعد منه يتجاوز كل هذه الحدود ويرجع بكاس العالم. يرجع بكاس العالم، تخيلوا بيرجع منتخب مصر للناشئين ببطوله كاس العالم، فتكون النتيجه ان منتخب الطايره يفوز هو الاخر ويفضل يتقدم لغايه لما يوصل للدور قبل النهائي ويخسر من قوه عظمى كبيره زي ايطاليا. نتمنى ان احنا بهذا الشكل اللي احنا ماشيين عليه نستفيد اكتر في المرات اللي جايه، لانه عندنا انجازات كبيره، عندنا انجازات كبيره جدا. واللي حاصل من البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية في المغرب يقول إن احنا نقدر نكون رياضيا في أماكن أحسن بكتير قوي قوي من اللي احنا فيه. العشوائية اللي بتدار بيها كرة القدم لسنوات طويلة آن الأوان إن هي تتنسف. انسف حمامك القديم، تخلص من كل هذا الإرث. ابدأ افرض قراراتك، اللي يعلي صوته بالقانون تقطعه له، اللسان اللي يتجاوز بالقانون تقطعه له بالقانون. بس زي ما هتطبق على سين هتطبق على صاد، ساعتها محدش هيقول بوم، محدش هيفتح بقه، كله هيمشي منضبط. وهي دي الـ 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 الارضيه اللي تقدر تبني عليها. مش هينفع تعاقب لاعب ولا تعاقب مشجع ولا تعاقب نادي علشان مشجع تجاوز بلفظ وانت سايب ناس سداح مداح متجاوزه ومنفلته، طب وبعدين؟ فاتمنى انه فرض الانضباط على الجميع، فرض القانون بكفاءة وعدالة وحسم وحزم على الجميع. ساعتها لحد هيتدخل في تشكيل لجنة، لحد هيشكك في ذمة حكم، لحد هيتكلم في سين ولا صاد ولا رسائل ولا كل الكلام اللي انتوا بتتابعوه، هيبقى فعلا مفيش صوت يعلو عن صوت القانون. ودي بداية الصح. نتمنى ان شاء الله فرض كل هذه الضوابط في المرحلة اللي جاية علشان نبدأ نتفائل أكتر للمرحلة اللي جاية. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل الكاتب الصحفي الموسوعي والأهلاوي الكبير حامد عز الدين.
اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه يعني العمل الصحفي عرف قيمه التخصص وامن بيه واتجه اليه، بمعنى ان انت لما تكلم صحفي في الشؤون الخارجيه لو قلت عايز اتكلم في السياسه اكلم مين؟ فاتكلم حد بتاع شؤون خارجيه وسياسه. طب عايز اتكلم في الرياضه اكلم مين؟ تكلم ناقد رياضي او حد في القسم الرياضي. طب عايز اتكلم في مشكله للفنان محمد رمضان واللي عامله، عايز اتكلم في النقد المسرحي اكلم مين؟ اكلم حد من قسم الفن، دي في الجرايد. عايز تتكلم في الدين شوف حد من المشايخ او شوف حد من محرر الصفحات الدينيه المتخصصين في الصحف. ده اللي احنا عرفناه. لكن الغريبه جدا انك تلاقي حد على هذه الدرجه الموسوعيه بحيث ممكن تكلمه في السياسه فتلاقيه اصلا متخصص في الشؤون السياسيه ورأس القسم الخارجي في الاخبار لسنوات. طيب تكلمه في الرياضه فتكتشف انه اكثر اطلاعا ومتابعه ومعرفه من كتير من الزملاء في الاقسام الرياضيه. يمكن هوايه، بس ايه علاقه الهوايه بالنقد المسرحي لما تلاقي الراجل واخد كام دبلومه في النقد المسرحي؟ تقلب الصفحه تروح للدين فتلاقيه حافظ القران، فترجع خطوتين فيكلمك في الفن ويرجع يتكلم بكل المتعه والاستمتاع عن النادي الاهلي اللي ارتبط بيه لفترات طويله. عشان كده كان لازما في هذه الظروف يكون معانا الكاتب الصحفي الموسوعي الكشكول الاستاذ حامد عز الدين. استاذ حامد اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. نكلمك في ايه بقى؟ كما تشاء. كما نشاء. طيب صديقك عصام السباعي مدير تحرير الاخبار لمس نقطه مهمه في زاويته بالاخبار، خير اللهم اجعله خير. منذ اسبوعين وانا احلم بان جنين الكره المصريه اطف كم ورده واقدمها للنادي الاهلي مع درع الدوري وهو يبارك لهم على فوزه ببطوله الموسم الاخير. وبيقول عصام السباعي وكل ثقه في ان سكان الجبلايه الجدد سيحققون ذلك الحلم، وان كل الحكايه مجرد فروق توقيت. ما يشير الى انه كل ما يتحدث عنه جمهور الاهلي من رغبه في انه يتسلم درع الدوري بشكل لائق وبشكل يحقق هذه الاحتفائيه ببطوله فاز بها الاهلي عن جداره وبصعوبات شديده جدا يمكن ان تتحقق مع جنين الجبلية زي ما قالوا عصام السباعي. رأيك؟ هو الحقيقة وإحنا بنبارك للمحاسب عمرو الجنايني أنا عندي تساؤل الحقيقة، أنا مش عارف من الذي نصح للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باختيار المحاسب عمرو الجنايني وهو مسؤول كبير في بنك كبير في مصر وله فروع على مستوى العالم أن يكون رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم، فأنا لم أسمع أن له علاقة بالكرة. كان عضو مجلس إدارة في الزمالك وعضو مجلس إدارة المقص. عضو مجلس إدارة، بس أنا قصدي هل هذا يكفي؟ هل هذه الخبرات تكفي؟ وإن كان كونه محاسب عظيم ورائع ومسؤول كبير في بنك كبير، طب ما كنا نجيب رئيسه في البنك، رئيس مجلس إدارة البنك الأستاذ هشام عز العرب لكي يكون رئيسا، خصوصا وقد كنا نعلم ونعلم الآن أنه المحاسب الأستاذ عمرو الجنايني الحقيقة يعني إيه مشجع بين قوسين عادي، مشجع عادي لنادي الزمالك الشقيق، واحنا بنتمنى ان هو يضع في اعتباره ان كل الناس عارفه هذه الحقائق، فلا بد من ان يثبت انه يحاول كما قال ان يكون حياديا في التعامل مع النادي الاهلي، ولعل ابسط شيء هو انه النادي الاهلي بطل الدوري رقم 41 في تاريخه، لم يتسلم الدرع لا في الملعب حيث كان يجب ان يكون ولا باحتفال كما كان مدير الاتحاد السابق قد وعد، ولا في احتفالية في أحد الفنادق الخمس نجوم.
عموما يمكن عندنا تصريح للاستاذ اسامه اسماعيل مدير لجنه الاعلام في الاتحاد، قال انه حتى الان لم يتم الاستقرار على موعد وشكل ومكان تسليم درع الدوري للنادي الاهلي، فهذا لم يتم حتى الان. استاذ حامد عايز ابارك لك، مصر النهارده كسرت حاجز ال 200 وكسرت الرقم القياسي التاريخي ليها في الالعاب الافريقيه. نعم. النهارده وصلت ل 229 ميداليه متنوعه البعثه المصريه في المغرب. كان الرقم السابق ايضا مصري في دوره الكونغو 2017 لما كان مصر عندها 217 ميداليه. النهارده 229 ميداليه، ال 229 ميداليه منهم 79 ميداليه ذهبيه، وده رقم لانه ال 87 فضيه 59 برونزيه، لكن لا زال ذهب المصريين في الكونغو هو الاعلى، وانا كنت احد شهوده. نعم. أخذنا وقتها 85 ميدالية ذهبية و63 فضية و69 برونزية. نأمل إن شاء الله وقد كسر الرقم القياسي للميداليات المتنوعة نكسر الرقم الذهبي إن شاء الله. الحقيقة إنه هذا الموضوع من الموضوعات اللي بتسعدني منذ أن انطلقت دورة الألعاب الأفريقية 12 في المغرب بتنظيم، رغم انه يعني اختير المغرب على عجل لكي يحل محل الكونغو، ف يعني بذل جهد كبير وتنظيم رائع باسم المغرب وباسم العرب في افريقيا. اما ابطال مصر فهم قد رفعوا الراس عاليا، خصوصا ان هؤلاء الابطال يعني أنا بالمتابعة اليومية واللي بيتابعوني عبر الفيسبوك وعبر تويتر يعرفون أني أنا ببقى حريص على كل خبر رائع، بس كل أخبار البهجة والسعادة. عشان كده عندنا فقرة مهمة عن الأهلي والواجب الوطني بامتياز هنناقشها في وقتها، لكن المراكبي وعبد الوهاب ولحن الوفاء، هذا الأسبوع أو هذه الأيام ظهرت من ملامح الوفاء بين الأهلي وجمهوره ومحبيه ما يستحق التوقف عندها، لأنه قيمة الوفاء في حد ذاته قيمة إنسانية راقية جدا، لأنه عكسه الجحود وقلة الأصل. لكن هذه الأيام تتدفق كل معاني الوفاء من الأهلي مسؤولين وجماهير مع مشجع شاب بسيط اسمه محمد سمير المراكبي من كفر الدوار، رايح يحضر مباراة للأهلي مع فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، راجع في القطر وقع تحت القطر، نقل للمستشفى، حصل له بتر لساقيه الاثنين. شفناها الحلقة الماضية في مداخلة مع والده الأستاذ سمير المراكبي واطمننا على حالة محمد، وبعديها تحولت غرفة محمد في المستشفى إلى مقصد لكل الجماهير. أعضاء مجلس إدارة النادي معظمهم زار محمد في المستشفى، استقبل مكالمات كتيرة جدا، كل اللعيبة اللي ما اتصلش بيه راح زار يا أستاذ حامد. هذا هو الأهلي. هذا هو الأهلي. أي. الأهلي هو رمز الوفاء دوما لكل من ينتمي إليه، بمجرد أنه النادي الأهلي بيعرف، والنادي الأهلي بتكلم عليه مش المؤسسة الرياضية العملاقة فقط، لكن كل الأهلوية، جماهير الأهلوية أنا وصفتهم ذات يوم بأنهم أعضاء الجمعية العمومية الكبرى للأهلي. فأما بيحصل أي مواقف زي دي أو ما يشبهها، فبتلاقي هذه الجمعية العمومية المنتشرة بالملايين في جميع أنحاء مصر المحروسة بتتحرك وبقوة للوقوف إلى جانب من يستحق الوقوف وإعلان الوفاء لمن يستحق الوفاء، سواء كان من جماهير الأهلي. وطبعا جماهير الأهلي دي قدمت النماذج للعطاء اللامحدود دوما لصالح النادي الأهلي، وهم سر أسرار عظمة النادي الأهلي الكبير، هي جماهير النادي الأهلي. الذي يعطي للنادي الأهلي اسمه الكبير هي جماهيره الكبيرة التي تعشق بجد.
والموضوع ده متحول الى مش بس شعارات. قيمة النادي الأهلي، قيمة النادي الأهلي التسويقية هي في قيمة جماهيره، في حجم جماهيريته الكبيرة. فأي حد بيرتبط بالنادي الأهلي بيكسب جمهور النادي الأهلي، فهذا ليس غريبا. وأنا أعتقد أن هذا الشاب المراكبي هو أسعد ما يكون برد الفعل، لأنه هو كان رايح هيتفرج على الماتش وهيروح بيتهم ولن يعرف أحد، ولكن ما تعرض له كان محنة شديدة، لكنها في ذات الوقت كانت بالنسبة إليه منحة أن يشعر بحجم حب ووفاء الأهلي بكل كياناته. أقول لك والدته سمعتها يعني بتتكلم، قالت يعني اللي خفف علينا الألم والوجع الشديد ده الأهلي، وهو محمد اللي أشعره بشيء من الاطمئنان هذا الاهتمام من قبل الأهلي كله، مسؤولين ولاعبين وتنفيذيين وجماهير الكل حوالين محمد سمير. طيب نشوف في هذا الفيديو محمد سمير وأسرته وهم بيتكلموا بعد هذه المحنة وكيف جاءت المنحة. كتير منهم كابتن محمد أبو تريكة، كابتن سعد سمير شرفني هنا، كابتن أحمد الشيخ، كابتن الشناوي، كابتن إكرامي، كابتن سيد عبد الحفيظ برضه اتكلم اخويا، كتير والله منهم مسابونيش يعني. كابتن عادل كان دخلنا امبارح معاه، والدي كلمه في البرنامج. والله موقف النادي الاهلي الناس كلها، محمد بسراج ومحمد بمرجان وحتى كابتن عادل القيعي، كل الناس بتاعت النادي الاهلي كلهم بيتواصلوا معايا، كل اللعيبه بيتواصلوا معايا. واول واحد اتصل بيا كابتن الشناوي، محمد بسراج اتصل بيا وقال لي عندي استعداد اسفره المانيا وهات لي الجواز بتاعك انت وهو وانا هسفره لك على لوكا هناك. محمد بمرجان بعت الاستاذ كريم ان هو يجيبنا هنا او يشوف، قال له احسن مستشفى في اسكندريه. فالنادي الاهلي كلهم متواصلين معايا وكلهم بما فيهم كابتن الخطيب، هو طول عمره يعني بيحب الاهلي وكده، فهو من هو صغير انا كنت بروح الماتشات على طول، فكان بيبقى يعني ايه يقول لي خدني معاك وكده، فانا ما كنتش برضه بقول له لا لما تكبر شويه ويعني وتشد حيلك وكده، لحد ما هو بقى خد الموضوع والطريق من نفسه، هو بقى يروح مع نفسه واصحابه والكلام دوت. فاتصل بيا صراحة يعني، وطبعا كان مشدد مش عاوز حد يعرف ولا حد يقول، بس طبعا لازم انسب الفضل لأهله يعني. كلمني العميد محمد مرجان بعديها على طول، قال لي ان في حالة عندكم في اسكندرية يا ريت تتابعها ويا ريت تشوفها وتبقى معانا اول باول، واحنا متكفلين بكل حاجة وقايمين بكل حاجة، واللي هم محتاجينه واللي هم عايزينه احنا قايمين بيه، والكابتن محمود الخطيب بنفسه مهتم بيها شخصيا، وربنا قدرنا يعني خلصنا اجراءاته وخلص العمليه والاجراءات والعنايه المركزه ونقلناه مستشفى والحمد لله رب العالمين، واهم حاجه ان هو بس قام بالسلامه. استاذ حامد، هذا الاهتمام من قبل النادي بمشجع الا يقودنا الى انه روابط المشجعين تحتاج الى تنظيم في حق للمشجع؟ يعني كل دول العالم اللي بتمارس كرة القدم بشكل احترافي عندها روابط بتجيب مطالبها، بتحقق أهدافها، وأيضا بتحميها عند النكبات أو أي ظروف. أنا أعتقد أن اللائحة الجديدة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للنادي الأهلي فيها ما ينظم هذا الأمر، وأعتقد أنه الموضوع محتاج من الإدارة التنفيذية أن تبدأ في تنفيذ ما نصت عليه اللائحة من وجود روابط مشجعين وفيها كل الأمور، بس علينا أن نتحرك في هذا الموضوع وبسرعة، لأنه دوما اللي بيحصل أنه الأهلي بيبدأ ثم يتبعه الآخرون دوما. فعلى هذا الأساس أنا شايف أنه تشكيل روابط المشجعين هي شيء جيد، ويعني خصوصا قبل الدوري الذي وعدنا بأنه سيكون مختلف وهيكون بجماهير، لأنه الخاسر الأكبر من عدم وجود جماهير هو النادي الأهلي ثم النادي الأهلي ثم النادي الأهلي. الأهلي بيفقد سلاحه، النادي الأهلي
دوما انا بلعب في ملعبي وبلعب خارج ملعبي. في الحالتين بيبقى الجماهيرية الاهلي هي اللي بتثير الحماسة في اللاعبين. اما العب على طول في مباريات الصمت، خصوصا اما يبقى لا يوجد مبرر. بسأل نفسي ساعات سؤال منطقي، يعني الاهلي بيلعب في كاس مصر مع فريق بلا جمهور، فهيحصل ايه ان تحضر جماهير وهي مباراة كرة؟ طب ما احنا كان بيحضر 75,000 متفرج في مباراة مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، وكان شكل الملعب بيبقى رائع وجميل، واللي كان بينظم الأمن هو الأمن المصري، واللي كان بيقوم على الباقي هم مصريين، واللي كان بيحضر المباراة جماهير وشباب وعائلات وهكذا، وكان المشهد رائع. فاحنا ليه بنقفله؟ انا بقول ان هناك يعني دول الحالة الامنية فيها صعبة جدا، لكنها تقام فيها المباراة بجمهور. فاحنا ايه اللي يخلينا نعمل كده؟ يعني على اي اساس؟ وعلى اي اساس الاهلي بيلعب مع فريق اسمه اطلع بره، والفريق طلب انه النادي الاهلي يستضيفه واستضافه النادي الاهلي؟ فحدد اقول 10,000. طب ليه اقول 10,000؟ يعني ما سيبها، يعني مش هيحصل حاجة، خصوصا ان النادي الاهلي الان وهو اول من فعلها عنده الطريقة الالكترونية لحجز التذاكر سواء من اعضائه او جماهيره، وتم تطبيقها من قبل ونجحت. فاحنا بس هي القضية بيني وبينك يا استاذ ابراهيم، انا ما ببقاش عارف هو عندما اريد ان اخاطب الكرة المصرية من اتحدث اليه، مين أو اكلم مين؟ كان الاول خالص بدور هكلم العميد ثروت سويلم، صح، اللي هو المدير التنفيذي اللي اصبح بين ليله وضحاها هو المسؤول الاول، وبعدين استفاد. مشي الان اللجنه اللي هي الجديده. الكره المصريه دي جماهيريه ضخمه جدا وشيء عظيم جدا، ويحتاج مننا الى كثير من العطاء والاجتهاد، إلا إذا كان هناك شيء لا نعرفه. لأنه استمرار لجنة مؤقتة لمدة سنة كاملة أنا شايفه قرار يعني غير مسبوق من بس ما هو بيكلفها في خلالها بمهام كبيرة. أنت بيكلفها الفيفا بأنها تعيد النظر في لائحة النظام الأساسي وإجراء بعض التعديلات عليها. نعم. رقم اتنين، بتيجي الانتخابات على اللائحة الجديدة وتسلموا المهام، ثم تعمل كل التشكيلات والهيكلة الإدارية داخل الاتحاد. يعني هي مجموعة مهام وأيلهم لحين إجراء الانتخابات أو 31 يوليو أيهما أقرب. يعني لو أنجزت كل هذه المهام قبل 31 يوليو في 6 شهور قول سلام عليكم، بس سلم الأمور للاتحاد المنتخب. أنا أريد من اللجنة الخماسية برئاسة المحاسب عمرو الجنايني ان هي تبين لنا اماره انه احنا سنجد شيء مختلف. وكما قلت انت وانا بطالب او هكذا يطالب الاهلي منذ 20 او اكثر عاما بضروره تعديل اللائحه الانتخابيه، لانه لا يصح بالمره ان يكون صوت يمثل الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او المصري او الاتحاد، وصوت ايضا يمثل بعض انديه مراكز الشباب غير الفاعله. فده ما ينفعش. وقالها المايسترو صالح سليم قبل كده انه الراجل بتاع الدرجه الاولى اللي النهارده هيلعب درجه اولى في الدوري الانجليزي ده له 3 اصوات، اللي في الدرجه الثانيه له صوت، اللي في الدرجه الثالثه ملوش، واللي في الرابعه ملوش، لان اللي ايده في الميه الوزن النسبي لكل بيتحدد كده. انت بتلعب فين؟ طب انت عندك كم فريق ناشئين؟ طب انت كل الحاجات دي بيتحط ليها ان دول يبقوا عدد الاصوات اكبر عشان نتخلص الحقيقه من انتخابات السمك والجمبري. السمك والجمبري، لكنه زي ما قلت لكم هذه فقرة عن الوفاء، عن لحن الوفاء، عما حدث للأهلي ومع الأهلي ومن أجل الأهلي من وفاء كبير جدا، سواء ما حدث مع محمد سمير المراكبي المشجع الأهلاوي
أو ما حدث مع أيقونة الوفاء الكروية في تاريخ الكرة المصرية الراحل محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب في 31/8 يعني زي بعد بكرة بالظبط من 13 سنة يعني في 2006 سقط محمد عبد الوهاب على أرض ملعب التتش أثناء المران وانتقل إلى مثواه الأخير. محمد عبد الوهاب صار أيقونة الوفاء من وقتها، لأنه وقتها قال الأهلي عمره ما خلف معايا معاد وأنا عمري ما هخلف معاد معاه، ورحل. المهندس عادل القيعي وقتها في الأهلي اليوم أو بعد الوفاة بفترة استضاف كابتن مانويل جوزيه أو مستر مانويل جوزيه كان المدير الفني للأهلي، وافتكر جوزيه ما حدث مع محمد عبد الوهاب. نفكركم بيه. أنا عارف إن في خلال مشوار مستر مانويل جوزيه بعض اللحظات اللي هو قال قبل كده إنها لحظات مؤلمة زي رحيل محمد عبد الوهاب. عندنا شخصية يعني قريبة جدا من محمد عبد الوهاب الله يرحمه، حريص جدا انه يلتقي دلوقتي مع مستر مانويل جوزيه وهو خاله او بمثابة خاله وكان المسؤول عنه، ولما عرف ان مستر مانويل جوزيه معانا في الاستوديو النهاردة اتصل وعايز يتكلم معاه على التليفون. تن اومس مومنتو تريست نو كلوبي كومو موريو محمد عبد الوهاب اي تن اون كارا كي فا فالا كونتيغو اون تليفون اغورا. هيا يا حاج محمود. السلام عليكم. السلام عليكم. ازاي حضرتك كابتن؟ الله يخليك. انا قلت للمستر مانو دلوقتي ان انت على التليفون وانك عايز تسلم عليه. انا نفسي والله اسلم على مستر مانويل، ونفسي اشكره على الكلام اللي قاله بخصوص المرحوم محمد بعد الوفاه يعني، واللي اظهر فيه مشاعر كبيره جدا جدا تجاه محمد. يعني انا حسيت ان بالكلام اللي قاله مستر مانويل ده انه اكتر شرقيه مننا، يعني حسيت انه يعني دافي اكتر من الشرقيين نفسهم، خاصه ان مستر مانويل قال جمل يعني بتحمل معاني كبيره جدا 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 تجاه المرحوم محمد. منها جمله انا كنت اتمنى انا اللي اموت مش هو، يعني كلام يعني وانا عارف انه صادق، انا واثق ان هو صادق في كلامه يعني. اتفضل يا محمود. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا حبيبي. وقريب كمان قوي في ماتش ودي للنادي الاهلي عرفت انه اتكلم عن المرحوم محمد يمكن اكتر من ثلث ساعه. محمد فانا بشكره جدا جدا على مشاعره دي، وانا ببلغه ان احنا يعني الاسره كلها بتحبه قوي وبتتمنى له دايما التوفيق. راجل ناجح وان شاء الله دايما يبقى باكتر نجاح باذن الله، ومبروك عليه ومبروك على مصر ومفرح الشعب المصري كله، مش مفرح جمهور النادي الاهلي، واتمنى له التوفيق دايما. وحبيت ان انا ابلغ يعني شكر الاسره لمستر مانويل، لان انا قبل كده قلت لابو تريكه يبلغه اللي فالو برافو تريكه، مش عارف بقى هو قال له ولا لا، فحبيت ان اقول له بنفسي يعني شاكرين جدا جدا يا كابتن. شاكرين يا محمود. ومحمد عبد الوهاب في قلوبنا جميعا، وصعب ننسى شخصيه بهذا الخلق وهذا الحجم كلاعب. رايه ايه في المكالمه دي؟ كوات اوبينيون ده سليقه سنه. O Abel Ayer foi o foi o momento mais doloroso de toda a minha vida. Cansado que deu o last Muhammad Abel Ayer. Tenho uma fotografia assim. Ando sur ali grande. No meu quarto. Foto do Abel Ayer com a taça. Mas o Shelly Kess. Para me lembrar o quanto a vida دايما بيشوف ان الحياه قصيره جدا يا دوره يا انجوستا وصعب. يا نو استاب اكا كوند ايل فالسيو، هو ما كانش موجود لما مات. اندا بين برا مي كنو استاب وكويس نو ما كانش موجود. استاب ان باريس كو مي مولير فينيموس كان في فرنسا وكان جاي هو ومراته هنا على مصر. كواندو احمد ويست وترادوتور عبدول من تلفونو ديزيك المترجم الاول معاه، هو اتصل وقال له ان محمد عبد الوهاب توفى. تن 44 انز فوتبول فو مومنتو مايس دورو دو تودا ميا فيدا.
44 سنه في الكوره، دي لحظه كانت صعبه صعبه جدا عليه في حياته. Considero otras coisas ruins na minha carreira, outras pessoas que faleceram também. في حاجات حصلت كتير وبرضه في ناس ماتت برضه. Estava no início de uma carreira brilhante. لكن محمد كان لسه بيبتدي مستقبله. Era um garoto fantástico. وكان ممتاز جدا. E ainda hoje me emociono quando vi as imagens ali. لما بشوف الصورة بتاعته في الماتش بيتأثر. Porque de facto ele foi um campeão. هو كان بطل. Foi um jogador que chegou, teve muita dificuldade em se afirmar. O peso da responsabilidade de jogar no Al-Ahli. هو عرف طول اسم النادي الأهلي. Ele só me pedia para eu ter paciência com ele. وقال اصبر عليه شوية. E eu tive essa paciência. وصبره. E ele acabou por ter grande sucesso. ونجح في كلاعب. Às vezes dou o exemplo dele de que a vida não é feita de vaidades. دايما بيدي مثل بي. Ele faz-nos lembrar ان الحياة مش لازم تبقى فخورة على طول. É ingrata, dura, injusta. ان الحياة صعبة جدا. E portanto, tenho muita saudade dele. وحش كتير جدا. E tenho muita pena daquilo que aconteceu. والظروف جت كده. São coisas que a gente não pode fazer nada. ودي حاجات ما نقدرش نمنعها. Mas واضح تأثر مستر مانويل الحقيقي بعمق من يعني هو محمد عبد الوهاب كلنا نتفق مع مستر مانويل انه أثر فينا جميعا لأنه كان شخصية. لمحمد سنتي كي وسي جوست مونتو ديلي أجورا. وأنا هقول لمستر مانويل تأكيدا على أنه يستحق كل هذه المشاعر منه أن الله يرحمه رفض كل الإغراءات عشان ما يبقاش في النادي الأهلي وأثناء أزمته اتعرض عليه إغراءات جامدة جدا مقابل أنه يمشي ويرجع ويروح أماكن أخرى ولكن هو تمسك بالنادي الأهلي ولذلك يعني خلقه كان رقيق وجميل وأثر فينا كلنا. أستاذ حامد، محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله 13 سنة فاتت لغاية النهاردة أسرته وأهله وبلدياته كل الناس على اتصال بالأهلي وتحول إلى أيقونة وفاء حقيقية عند الجماهير. الحقيقة أنا لأني من المتابعين منذ سنوات مش جديد للسوشيال ميديا ببقى في حالة فخر بأن هؤلاء هم جماهير الأهلي من شباب متحمس قبل موعد الذكرى السنوية للراحل محمد عبد الوهاب تمتلئ صفحات الفيسبوك وتويتر بالكثير من الكلمات المعبرة عن المحبة والوفاء بقدر ما كان محمد عبد الوهاب وفيا. لكنني أحب أن أشير إلى موضوع ربما لم يتحدث عنه أحد، إنه في اللحظة التي توفى فيها محمد عبد الوهاب في أرض ملعب التتش كان في معاه شيك بجزء من قيمة عقده مع النادي الأهلي، وبعد الوفاة قرر النادي الأهلي دون إعلان أن يصرف القيمة الكاملة لعقد محمد عبد الوهاب ثلاث سنين لأسرته، مش بس الجزء اللي هو كان الشيك بتاعه في جيبه، لا الثلاث سنوات كاملة لأسرته، لأنه لابد أن يبادل الوفاء بالوفاء ولابد أن يكون هذا هو الأهلي وهذه تصرفات الأهلوية تجاه هؤلاء الذين يعني يعلنون دوما أنه الأهلي عمره ما تخلى عني، فأنا لا يمكن أتخلى عن الأهلي، والدليل هو المواقف الكثيرة لمحمد عبد الوهاب وعدد كبير أيضا من اللاعبين. وهي دي قيمة الوفاء يا جماعة، وده مش مع لاعب حتى رحل، حفظ الحقوق كمان. يعني شوفوا أكم من لاعب لعب في النادي الأهلي ومشي وله فلوس متأخرة. مرة سامي قمصان اللي انتقل للإسماعيلي بعد الأهلي قال كنا على مباراة مع الأهلي والإسماعيلي وهو في صفوف الإسماعيلي، فبيقول لقيت الإداري جاي لي قبل الماتش، إداري النادي الأهلي، وبيسلمني الشيك بمستحقاتي المتأخرة اللي كانت ليا في النادي الأهلي. حسام إبراهيم لما مشوا من النادي الأهلي
كانت فيه عاصفة من الخلاف معاهم وحصلت ضجة كبيرة جدا وانتقلوا لنادي الزمالك وحصل اللي حصل، بس كان ليهم فلوس في النادي الأهلي مكافأة آخر بطولة واخدينها. إداري النادي الأهلي سعيد أحمد أفتكر وقتها وادالهم الفلوس لغاية البيت. ده حصل مع كل الناس اللي مثلت النادي الأهلي وكان ليها حقوق عند النادي الأهلي. فقيمة الوفاء وقيمة الالتزام بالحقوق هي دي اللي بتخلق القيمة، وهي دي اللي بتحافظ على نقاء الصورة. بس كمان لما يتحول الأمر مع كل هذا الحرص على هذه القيم إلى عواصف تشكيك، ونبص نلاقي هناك تسديدات نحو مرمى الخطيب. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي رمز المجلس، فبالتالي في أسباب كتيرة جدا بتخلي الناس اللي عايز يهاجم مجلس الإدارة، الاسم الأشهر في السياق محمود الخطيب، اللي عنده حسابات انتخابية أو لم يوفق في انتخابات سابقة، الخطيب بجماهيريته حجر عثرة في طريق طموحه. فتلاقي المسائل باستمرار الخطيب بدل ما كان بيسدد نحو مرمى المنافسين والخصوم بيسدد عليه كتير من هذه التسديدات. لكن الخطيب الخطيب ابن الأهلي جدا ويعرف تماما من أول مرة دخل مجلس الإدارة وحتى اليوم، هو عارف كيف كان الأداء العملي لمسألة قيم النادي الأهلي وأخلاقيات النادي الأهلي. النادي الأهلي لا يرد على الصغار، ويرى أن الرد على الصغار صغار. نعم، النادي الأهلي يصمت أمام الجهلة والحمقى، لأنه الصمت عن الجاهل والأحمق شرف، لأنه الأسد يخشى وهو صامت، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. فهذا هو النادي الأهلي. أنا على العكس تماما برضو، أنا المتابعة بتاعتي لعواطف الجماهير الأهلوية، رغم أن أنا حتى اسمح لي هخرج جزء كده واروح، أنه يعني أكتر سؤال أنا بتسأله على مدى الأسبوعين الماضيين هو، خلي بالك شوف السؤال إزاي، هو الخطيب جاب المدرب، هو الخطيب جاب المدرب. الحقيقة يعني لانه جماهير الاهلي حريصه على النادي الاهلي، لكن في كثير من المبالغه والعاطفيه. هقول لك ايوه، هو جاب المدرب اسمه ماركوفيتش، صوت يعني هو بالنسبه للي بيسال هيعرف ايه. النادي الاهلي بيعمل كل شيء وليس فيه جعاجعه، وجعاجعه هي جمع جعجع. الأهلي ليس فيه جعجع، وليس فيه من يحب ان الظهور في الصورة دوما، وكل شيء بيتم فيه بهدوء النادي الأهلي، بوقار النادي الأهلي، بقيمة النادي الأهلي. فبناء عليه عندما لا يرد الخطيب، الحقيقة أكتر ناس بتتعب هم كارهي الخطيب. كارهوا، هم كارهوا الخطيب. تطلق واحدة في حياتي. نعم، هم كارهوا الخطيب. كارهوا الخطيب، بيبقوا نفسهم انه الخطيب كرمز للنادي الاهلي صحيح يرد، ولكن هو ما بيديلهمش الفرصة دي. احنا ده اسلوب النادي. دكتور عبد المنعم سعيد الاسبوع اللي فات كان كاتب مقالة في الاهرام عن في ملعب التنمية، فاستهل المقالة انه تلاحظ لي كثيرا انه كلما سئل الكابتن محمود الخطيب من صحفيين لماذا لا ترد، يبقى كلمته الدائمة الرد في الملعب، ويرد بإنجاز وبطولة. فبيعتقد او بيدعو الدكتور عبد المنعم سعيد انه ده المفروض يكون، نقل كلام بقى وكل يرد في الملعب، كل يرد بالعمل، كل يرد بالشغل بجد. صحيح، النادي الأهلي خلال الفترة الماضية حقق
الكثير من الوعود اللي وعد بيها أعضاؤه، أعضاء النادي الأهلي في مقره الثلاثة. ما بنسمعش عن الإنجاز إلا بعد انتهائه، ما بنسمعش قبلها، لا وبنحضر صحيح. وبنشوف هنيجي وهكذا. حتى لملف الإنشاءات، لكنه الحقيقة وإحنا بنتكلم عن تسديدات نحو مرمى الخطيب وهو أكثر من سدد نحو مرمى الخصوم والمنافسين، بنلاقي برنامج زي برنامج نادي الزمالك يبدأ يتحدث على في كل لحظة عن النادي الأهلي والخطيب. كلما فعل الزمالك أمرا لابد من السؤال، أصل الأهلي بيقلدنا. كانت النكتة الطريفة الزمالك كان أوفد الأستاذ أحمد مرتضى والأستاذ أمير مرتضى للتعاقد مع مدرب أجنبي، فتقال الحقوا الأهلي بيقلد الزمالك. الأهلي بعت أمير توفيق ومعاه المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي للتعاقد، فالأهلي بيقلد الزمالك. وأنا عشان أصفر حد يتعاقد مع حد كده بقلد؟ طيب إيه رأيكم؟ في السبعينات الأهلي بعت الكابتن صالح سليم، الكابتن صالح سليم عليه رحمة الله سافر المجر عشان يتعاقد مع مستر هيدي كوتي، ويقول الخبر وقتها أرسل صالح سليم عضو مجلس إدارة الأهلي ومبعوث النادي إلى أوروبا. يا سيدي ما تزعلش، أرسل صالح سليم عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ومبعوث النادي إلى أوروبا للتعاقد مع الكابتن صالح أرسل صالح سليم عضو مجلس إدارة النادي ومبعوثه إلى أوروبا للتعاقد مع مدرب أجنبي لكرة القدم برقية بأنه اتفق مع هيدي كوتي. بصوا أهلي صالح سليم عضو المجلس للتعاقد، ده كان في السبعينات. كمان في بداية الألفية الأهلي أرسل الكابتن محمود الخطيب عضو المجلس 2001 والأستاذ ياسين منصور عضو المجلس في 2001 للتعاقد مع مانويل جوزيه. فبالتالي مش الأهلي هو اللي قال له ده خالص، ده نهج الأهلي ماشي عليه طول عمره، لكنه ده رأي. وقلنا يعني الأهلي لا يستنى سنة جديدة، ده بيعمل الكلام ده من عقود طويلة مضت. ألاقي موقع زي موقع الفجر يا أستاذ حامد عامل تقرير مطول كله محاولات تسديد نحو مرمى الخطيب، تحديدا الأهلي والزمالك وخطايا المدربين. فبيبدأ التقرير أنه دأب مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب على السير على خطى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في قضايا تتعلق بمصير المدربين الذين يقودون الفريق الأحمر، بالإضافة إلى الاعتراض على بعض الحكام ببطولة الدوري. ظهر مجلس إدارة الأهلي برئاسة بيبو، هكذا يقول الفجر، في أول ولاية له في القلعة الحمراء متخبطا في بعض القرارات الإدارية، مما أعاد للأذهان مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي تعامل مع نفس المواقف بنفس الطريقة والأسلوب سواء مع المدربين السابق. يعني الكلام هدفه أنه الكابتن محمود الخطيب بقى ماشي على خطى الأستاذ مرتضى منصور، زي ما الأستاذ مرتضى منصور بيستغنى عن مدربين في وسط الموسم، الكابتن الخطيب استغنى عن مارتن لاسارتي في نص الموسم. هنا الناس في الفجر مش عايزين يلاحظوا أنه الموسم بالنسبة للنادي الأهلي خلص. أنا مش فاهم الناس فاهمة أن الموسم ممتد، مباراة الأهلي وبيراميدز أخرجت الأهلي من الكاس فأنهت للأهلي الموسم، فأصبح من حق لجنة الكرة ومجلس الإدارة محاسبة الأجهزة الفنية وتقييم أدائها، فهنا ما حصلش استغناء في وسط الموسم. لكن حتى ده لا سنة من الخطيب ولا حاجة جديدة من مرتضى منصور خالص. تاريخ كرة القدم قالك يعني الأهلي برضو اعترض على قرارات التحكيم، فأصبح الكلام لا ده كده الكابتن محمود الخطيب الأهلي عمره ما اعترض. التقرير بيقول لك عمر رؤساء الأهلي ما اعترضوا على الحكام اللي بيعملها الكابتن محمود الخطيب عشان رئيس نادي الزمالك بيعملها، وكأنه الاعتراض على التحكيم لعبة فقط من الكابتن محمود الخطيب. طب ما نراجع تاريخ الأهلي مع التحكيم وإزاي الأهلي في كل العصور بيشتكي من الظلم اللي وقع عليه، ووصلت المسائل إلى مداها في بعض المواقف. كابتن محمود الخطيب كان عنده سنة واحدة، مواليد 54، وهو عنده سنة
سنة 55 تفجرت أزمة الترام، الأهلي والترام، المباراة التاريخية الشهيرة، كان الحكم فيها الكابتن حسين إمام عم الكابتن حمادة إمام، وحصلت الخناقة بين توني لاعب الترام وطلعت عبد الحميد لاعب الأهلي، وكان حامل الراية الكابتن محمد حسن حلمي. أخذ اتحاد الكرة وقتها بتقرير محمد حسن حلمي اللي أدام فيه لاعب النادي الأهلي بعكس تقرير الحكم اللي كان أنصف لعيبة النادي الأهلي. رفض لعيبة الأهلي، اتحاد الكرة قرر تسريح لعيبة الأهلي بالكامل سنة 55 واداهم حق الانتقال لأندية أخرى. لعيبة الأهلي رفضوا الانصياع للقرار وتمسكوا بالبقاء في الأهلي حتى لو مش هيلعبوا كورة. فكانت النتيجة وقتها حل الاتحاد. بالمناسبة كان رئيس النادي الأهلي وقتها عبود باشا، أحمد عبود باشا كان رئيس النادي الأهلي، وأخذ هذا الموقف المتشدد جدا من ظلم التحكيم. وهنروح بعيد ليه؟ ما هو في 88 الموسم اللي اعتزل فيه الكابتن محمود الخطيب، كان كابتن صالح سليم رئيس النادي، وفاكرين حضراتكم مباراة الأهلي والمحلة وإبراهيم النادي وضربة الجزاء اللي اتلغت، والأهلي رفض التعامل مع اتحاد الكرة وقتها، وتم حل اتحاد الكرة اللي كان برئاسه الدكتور حسن عبدون. أنا بس عندي وجهة نظر يا أستاذ إبراهيم. الحقيقة أنا أرى أن هذه الفقرة في المعدة يعني الحقيقة ما استحقش عناء الرد. النادي الأهلي يدافع عن حق النادي وحق أعضاء النادي وحق جماهير النادي عندما يستدعي الأمر ذلك. النادي الأهلي لا يقبل الضيم. طيب النادي الأهلي بالنسبة للمدربين، ما هو طبعا حصل قبل كده في فترات كتيرة انه ثلاث او اربع وقائع على مدى الثلاثين سنة اللي فاتت انه النادي الأهلي اضطر انه يستغني عن بعض المدربين الأجانب، اما الامور ما كانتش ماشية معاهم. وبكل الاحترام ايضا ما بيقولوش احنا بنخيل ولا حاجة، بيقول احنا بنوجه الشكر وبنعمل لهم حفلات تكريمية وهكذا. لكن انه انا اهتم بما يقوله، ما انا مش عارف الصحفي، مش كاتب الصحفي بتاع الفجر، قد يكون الصحفي بس واحد من اعضاء مجلس التحرير في قناة المحور. طيب كان كابتن صالح سليم رئيس للنادي في 94 لما الاهلي اخذ الموقف المتشدد تاريخيا ضد الاتحاد الافريقي وانسحب الاهلي بعد مباراة السوبر الشهيرة بتاعت بتروس ماتابيلا وما لحق بها وما أثير حولها. لكن وقتها الأهلي توقف عن المشاركة في البطولات الأفريقية بسبب ظلم التحكيم من الحكم الجنوب أفريقي. مجلة الأهلي كثيرا ما أخذت مواقف متشددة جدا دعما للنادي ومواقفه ضد التحكام. ده مهزلة بعد مباراة لداح الحكم المغربي او الحكم الجزائري للنادي الاهلي في عام 99، ثم شكوى شديده جدا في مهزله كان بطلها الحكم منك لله يا داح. هنلاقي مهزله وشكوى من ريشه، وكان ليك مقاله في هذا العدد، ظلم وزنه ثقيل او ريشه ثقيل الوزن في الظلم. لا انا بقول هو يعني الجريشه والاهلي لجأ للفيفا وقتها. نعم. ضد داحو الجزائري. لا ده انا فاكر انت بتتكلم على اخر ريش. اخر الظلم اللي هو العجيب جدا. لانه انا عندما يعترف حكم. دي نقطة مهمة جدا. ايوه. هو اعترف في فيديو بصوته وصورته، قال نعم انا ظلمت الاهلي، لكن ايه القى بالمهمة على الحكم الخامس. باللائمة على في مباراة دور ال 16 في كأس مصر. أليس الاعتراف سيد الأدلة؟ مش كده برضو ولا إيه؟ طيب أنتوا شفتوا لجنة الحكام، الراجل بيعترف بخطأ، المباراة انتهت واتحسبت، لكن أين حق الأهلي؟ أين حق الأهلي من جريشة؟ صحيح. برضو تقرير الفجر، واحنا لما بنتعرض لتقرير، لانه تقرير نشر في موقع له شعبيته له متابعيه وكله مغالطات غريبه جدا. الاجيال الجديده لم تعاصر مثل هذه الوقائع
فالامر بيلتبس عليها وبتظن ان المساله كده مع الالحاح ومع التكرار الناس بتصدق بدون ما حد يفطن الى انه لا الاهلي في كل العصور في مدرب مثلا زي باتلر الاهلي بيستغنى عنه في وسط الموسم لانه شاف في 88 انه في مشكله وكان رئيس النادي الكابتن صالح كابتن عبد صالح الوحش عليه رحمه الله في 91 بيضطر للاستغناء عن مايكل ايفرت الانجليزي الكابتن حسن حمدي والاستغناء عن جون بونفرير دي كلها وقائع بقول لكم فكره التغيير في وسط الموسم مكروهه اهلاويا وسلوك مش متكرر الا فيما ندر وبيبقى مفيش حل الا ان انت تستغني لكن الموسم الحالي الناس مش عايزه تنتبه انه خلص لا هو برضو المقارنه الحقيقه انا ما بحبهاش يعني أنا ما بحبهاش المقارنه لكن مقارنه ايه بس احنا بنتكلم على حد شل 16 مدرب في كام سنه في كام سنه 16 مدرب واللي هو النادي المنافس الشقيق شال 16 احنا بنتكلم في ايه احنا بنتكلم في ايه الحقيقه يعني مقارنات مش في محلها اسف يا استاذ ابراهيم ان ايه ظهر عليا بعض الامتعاض من ان انا ما المقارنه ما لهاش لازمه حتى وان كانت تمثل الحاح اعلامي لا ايوه الحاح ايوه الحاح صدقني جماهير مش الجماهير الحقيقه مش جماهير النادي الاهلي وحدها يعني جماهير الكوره عندها من الذكاء ما يكفي يعني بتبقى عارفه اصل الحكايه يعني صعبه جدا صعبه جدا ان انا اقارن التفاح بالبرتقال طيب الاهلي والواجب الوطني بامتياز وفي ذلك فليتنافس المتنافسون المنتخبات الوطنيه في مشاركتها الحالية الأهلي بيؤدي من خلالها واجبه الوطني بامتياز ده مش من مفيش حد بيمن على الوطن الأهلي بيمارس دوره وبيقدم مهمته في خدمة وطنه مهمته ودوره أنه يقدم للمنتخبات الوطنية أفضل العناصر أكثر العناصر الرياضية انضباطا أقدر العناصر على تحقيق البطولات وأعتقد ما من منتخب يشارك في لعبة جماعية في الفترة الأخيرة إلا وكان معظم لاعبيه من أبناء الأهلي أنا من هنا بوجه تحية إلى لاعبة النادي الأهلي في السباحة هانيا مورو التي تستحق بجدارة لقب بطلة دورة الألعاب الأفريقية 12 في المغرب فهي وحدها حققت لمنتخب مصر وهي سباحة النادي الأهلي حققت لمنتخب مصر 6 ميداليات 4 ميداليات ذهبية وفضيتين في لاعبين كتير حققوا 3 ميداليات خصوصا في الربعين بتوعنا والربعات في رفع الأثقال ما شاء الله يعني حققوا ما يقرب من 18 ميدالية حققوا 6 لكن الحقيقة هانية بتخش سبق بمنافسين جداد أنا وأنا بحقق في رفع الأثقال عندي رفعتين وبعدين المجموع فبيفرق عن المنافسين انا كل مره هانيا كانت بتلعب مع متسابقين مختلفين وامكانيات مختلفه ومن دول مختلفه وحققت هذا الرقم الكبير اللي يسمح بان نسميها ملكه دوره الالعاب الافريقيه نعم هي هانيا هي هانية ملكة دورة الألعاب الأفريقية الـ 12 وطبعا دي يعني هي وغيرها كتير يعني النهاردة أخذت دينا مشرف من حوالي 2 ساعة ذهبية الفردي في تنس الطاولة عندنا في اللاعبة التي وصلت إلى أولمبياد طوكيو لتكون اللاعبة المصرية الأولى التي في التاريخ اللي تصل في ألعاب الأولمبية في لعبة التنس ومعها أيضا ميار وأيضا اللاعب المصري اللي برضو بقى أول واحد في التاريخ يصل إلى
اولمبياد طوكيو اللي هو محمد صفوت. ميار عملت انجاز كبير جدا 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 جدا، فما شاء الله في كل اللعبات. بس انا اعتقد ان احنا محتاجين احصائيات. إن هي الاحصائيه بس، لانه البطوله لم تنتهي. يعني انت عندك هي فاضل يومين بالظبط، في عندك لسه العاب مستمره، فبالتالي قصر الانجاز او الاحصاء على ما تحقق ظلم للناس اللي لسه بتنتظر. لانه الحقيقه ما من لعبه الاهلي موجوده في اجندته الا وعنده العناصر الاساسيه. منتخب الكره الطايره اللي النهارده خسر من ايطاليا مباراه الدور قبل النهائي، منتخب الناشئين، السته الاساسيين منهم اربعه اساسيين من النادي الاهلي. يعني القوه الحقيقيه هذا هو الطبيعي. الفريق اربعه فريق من النادي الاهلي. فريق الهاندبول فريق شباب تحت 21 سنه اللي حصل على برونزيه كاس العالم، سته من النادي الاهلي من هذا الفريق. هذا الفريق حقق انجازات كبيره لانه كان بيلعب مع فرق الرجال مش فرق الشباب في دوره الالعاب الافريقيه، ووصل ايضا الى الدور قبل النهائي، وان كان خسر النهارده اعتقد بفرق خمسه في اخر مباراه كانت ايضا من حوالي ساعة ونص. لكن ما حققه هو إنجاز كبير جدا، وأنا بأحيي من هنا الاتحاد المصري لكرة اليد اللي قرر أن يكون ممثل مصر في منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية. هو فريق الشباب وحده اللي حصل على برونزية العالم، وما يكونش فيه حتى حد من أفراد المنتخب الوطني الأول. طيب زي ما قلت لكم، ده الدور الوطني اللي الاهلي بيأديه، وده اللي المفروض كل الانديه تتنافس عليه. كويس قوي انه في العاب كتيره جدا حتى وهي غير ممثله في الانديه الشعبيه، في انديه تانية قايمه بالواجب فيها كويس قوي. في القوات المسلحه عندها بعض مراكز التاهيل اللي بدات تؤتي ثمارها في الالعاب الفرديه بشكل واضح جدا، سواء في الرمايه او في رفع الاثقال او في غيره. الالعاب الشهيده اللي اتحرمت من شعبية الأهلي والزمالك والأندية الكبيرة تواجدت في أندية كتيرة صغيرة، ومع هذا بتنجب أطفال. أما أنا الأول إن احنا نتوسع في قاعدة الممارسة عشان الألعاب ديت اللي بتحقق بطولات الناس تمارسها بجد. أنا عايز أتكلم في هذا الموضوع، إنه هذه إحدى إيجابيات السوشيال ميديا. أنه شعور والمتابعة من الشباب المصري عبر السوشيال ميديا، لأنه احنا الآن عندنا عدد هائل من الذين يستخدمون الإنترنت في مصر، سواء عن طريق أجهزة الكمبيوتر أو عن طريق أجهزة الموبايل. فأنا شايف استقبال هائل جدا جدا من الشباب المصري للنتائج، وفخر وفرحة بالأبطال بتوعهم اللي موجودين في دورة الألعاب الأفريقية. وهنا يجب علينا إنه إحنا نركز أكثر إعلاميا على هؤلاء الأبطال. أما بطلة رانيا محمود 17 سنة بتلعب رفع أثقال، فتحقق لمصر ثلاث ميداليات. 17 سنة تحقق ثلاث ميداليات، أن يحققها محمد إيهاب وهو بطل أولمبي وعالمي ويحقق ثلاث ميداليات، وأن تحققها سارة سمير وهي أيضا بطلة أولمبية وبتلعب في بطولات العالم ثلاث ميداليات ذهبية، لكن 17 سنة بتحقق. فإحنا نستغل ده في أن الأسر المصرية تبدأ تشجع أولادها على ممارسة الألعاب زي الريشة الطايرة، زي الألعاب القوة، زي بالتأكيد رفع الأثقال وغيرها، ويتدخل الأندية الكبيرة زي النادي الأهلي. وأعتقد طيب أنه ده جائز عموما، يعني لأنه الأهلي يؤدي واجبه الوطني بامتياز تجاه منتخباته الوطنية أو تجاه منتخبات الوطن. فخلف كل هذه الجهود الكبيرة في ناس شغالة، مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي كابتن رؤوف عبدالقادر. كابتن رؤوف مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم. تحياتي وتحياتي للأستاذ حامد عز الدين. يعني حبيبي الاستاذ حامد عز الدين استاذنا، يعني اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن. انا استاذ حامد وانا استاذ ابراهيم.
مبروك هذه الإنجازات الكبيرة لكل الفرق الحقيقة في الدورة الأفريقية يا كابتن. طبعا الحقيقة كلنا سعداء يعني تصدر مصر جدول الميداليات يعني على طول يعني احنا شاركنا في اكثر يعني انا عن نفسي شاركت في ثلاث دورات افريقيه قبل كده زي الاول افريكا جيمز ساوث افريكا وفي نيروبي وفي زيمبابوي كلنا بنبتدي من اول يوم نمسك الورقه والقلم وبنجري يمين وبنجري شمال علشان نعرف هو في ميداليه هنا فين وهنا في ميداليه هنا فين فالحمد لله يعني تفوق ابطال مصر في جميع الالعاب وتصدر مصر للبطوله حتى الان. طيب حتى في الالعاب الجماعيه يا كابتن يعني الطايره عندنا منتخب الطايره خرج من الدور قبل النهائي في بطوله كاس العالم للناشئين ومنتخبات اليد البطولتين اعتقد كان في تمثيل يعني لافت جدا للاهلي في الفرق الثلاثه. الحقيقه اول ابتدينا مثلا ب 98 فاز بالميداليه البرونزيه بالنسبه لكره اليد هنلاقي خمس لاعبين في المنتخب ايضا مواليد 2000 الفاز بالميداليه الذهبيه هنلاقي اربع لاعبين المباراه بتاعت اليوم قبل النهائي اللي كانت في الكره الطايره منتخب مصر للناشئين مع ايطاليا خمس لاعبين ايضا من النادي الاهلي ما شاء الله يعني الحمد لله النادي الاهلي متواجد وقوة في كل الالعاب الجماعيه اللي بتحقق نتائج جيده يعني كحافز يا كابتن هل الفرق هل اللعيبه الدوليين ليهم حوافز ماديه في النادي اللي بيحققوا بطولات مع المنتخبات؟ لائحة النشاط الرياضي في النادي الاهلي بتدي مكافئات للاعب لما يحقق بطولة مع النادي وايضا اذا حقق بطولة سواء افريقية او عالمية مع المنتخب ايضا بيبقى ليه مكافأة مش كده وبس ومدربه في النادي كمان بيبقى ليه هايل هايل يعني الولاد بتوع الهاندبول مدربهم في النادي انجازهم مع المنتخب مدربهم في النادي استفاد يعني هو المفروض في الالعاب الفرديه الالعاب الفرديه هي مدرب البطل هو يعني بيبقى ليه مكافاه على فكره بالنسبه للالعاب الفرديه النهارده مش عارف حضراتكم اعلنتوا ولا لا لان الحقيقه راجع من اسكندريه كنا مع الصغار بتاع كرة اليد هناك. النهارده دينا مشرف فازت على النيجيريه وفازت بالميداليه الذهبيه. صحيح. في تنس طاولة. لسه الاستاذ حامد بيهنيها. وايضا مصطفى عشان الجمل احرز الميداليه في المطرقه النهارده. فعلى طول كده على التوالي والتتابع ابطال النادي الاهلي في الالعاب الفرديه الحمد لله يعني ايضا بيحققوا نتائج جيده جدا في البطوله اداره الالعاب الافريقيه. طب بمناسبه الالعاب العاب القوى ايهاب عبد الرحمن اخباره ايه يا كابتن؟ والله تجرى محاولات على قدر الوثائق يعني يعني تقريبا يعني احنا بننتظر في القريب العاجل يعني ممكن يبقى في مستجدات في الموضوع بتاعه ويعني النادي بيبذل قصارى جهده بالاشتراك مع الواده في اتصالات وفي خطه عمل معموله وبنامل باذن الله يعني لو اتفاق الايقاف عن ايهاب يا رب يعني يعمل حاجه كويسه باذن الله لمصر واكيد يعني هتكتب للنادي الاهلي يا كابتن رؤوف استاذ حامد انا بقى بطمع من حضرتك في ان تصنع لنا قائمه الشرف الاهلاويه بعد انتهاء الدورة يعني في خلال 48 ساعة قائمة الشرف الأهلوية لصالح مصر لأنه مصر إحنا الأهلي جزء صغير جدا من مصر الكبيرة وفرحة المصريين بس إحنا عايزين نقول للناس إن إحنا بنكرم وبنحتفي وبنحتفل بالذين يقدمون ما يملكون من عقد وعرق وجهد من أجل المنتخبات المصرية فبننتظر من حضرتك انه يبقى في عندنا القائمة دي في اسرع وقت ممكن باسماء وجوائز والمراكز اللي حققها لاعبو الاهلي في
المنافسات المختلفة، ورغم أن النادي الأهلي بيعاني من كثرة عدد اللعبات الرياضية اللي بتتلعب فيه، فعايزين نختار مجموعة من اللعبات عشان تستفيد من الشعبية بتاعت النادي الأهلي، وخصوصا لعبات النزال زي ان احنا نضيف للكاراتيه، نضيف جودو لان احنا ما عندناش جودو، نضيف تايكوندو للاستفادة من شعبية النادي الأهلي في دعم هذه اللعبات في خصوصا على المستوى الأولمبي. بإذن الله يعني يتم حصر في القريب العاجل على طول للأبطال الفائزين في إدارة العمل الأفريقية. وعلى فكرة على سبيل المثال ورئيس الحصر مصر أبطال السباحة أن يمروا 4 ميداليات ذهبية و3 فضل في التتابعات، وأيضا أحمد أكرم وعلي خلف الله وميشو، يعني أبطال النادي الأهلي كلهم في السباحة محققين ميداليات كلها ذهبية. لو استعرضنا كل الألعاب هنلاقي النادي الأهلي الحمد لله أبطاله بيشاركوا في فرحة المصريين كلهم في دورة الألعاب الأفريقية. وزي ما حضرتك يعني بضم صوتي لصوت حضرتك، أي لعبة من الألعاب اللي هي التركيز عليها ممكن بيحدث ميدالية ذهبية لمصر. يعني ربنا يسهل بإذن الله ويبقى في دراسة بحيث إن إحنا نحاول نحقق اللي حضرتك قلته يعني. إن شاء الله. تدعيمات الباسكت والهاندبول خلاص اكتفينا بما تحقق ولا لسه في حاجة تانية؟ لا يعني في حاجة تانية بس نسيبها شوية كده. في حاجة تانية؟ فيها حاجة حلوة؟ لا لسه. إن شاء الله. لسه بإذن الله. بإذن الله. وغاوي كمان يعني بإذن الله في حاجة كده بإذن الله يعني يبقى كملنا التدعيمات كلها بإذن الله. إن شاء الله. كابتن روب بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا وضحيه. شكرا جزيلا لكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي. شيء رائع ان يبقى لائحه النشاط الرياضي فيه مكافآت للعيبه لو حققت ميداليات او مراكز جيده مع المنتخبات. على فكره النادي الاهلي السنه دي في بدايه السنه كان في احتفاليه كبيره موجوده لتكريم ابطال النادي الاهلي، مش بس في الالعاب الجماعيه لكن ايضا كان التكريم لفريق الكوره ومعاه الفرق اللي فايزه بالبطولات كلها وكل لاعبي النادي الاهلي الذين حققوا ارقاما وانجازات لصالح المنتخبات المصريه، وتم تكريمهم بشكل عظيم جدا يعني من وجهه نظر النادي الاهلي ومن وجهه نظر كل الذين حضروا حفل التكريم اللي كان على مستوى عالي ونقلته قناه الاهلي على الهواء مباشره. طيب اذا يعني الاهلي بيعمل في كل الاتجاهات. شفتوا في الكوره المساله ماشيه ازاي، شفنا في الالعاب الاخرى الاهلي بيأدي دوره او بيأدي دوره الوطني بامتياز وباخلاص شديد جدا وبحوافز ماليه كبيره للاعيبه اللي بتحقق بطولات مع منتخبات الوطن. على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد ايضا المالي في النادي تتوالى الاهداف خارج الملعب. خارج الملعب الرياضي هناك أهداف كثيرة يحققها النادي الأهلي لخدمة أعضائه وأبنائه وجماهيره. وأنا قلت لكم قبل كده الرابط مباشر وصحيح. الأهلي لما بيتوسع في منشآت بيرتقي بالمستوى الخدمي. دي مسألة مش خدمة بس للأعضاء، للجمهور، لأنه التطوير والارتقاء والتوسع في المرافق والإنشاءات والمقرات بيخلي النادي الأهلي يتوسع ويعظم موارده ومداخله. كلما تعظمت وتعظمت المداخيل وموارد النادي استطاع النادي أن يفي بالتزاماته التعاقدية والرياضية علشان يبدأ يبني الفرق على أفضل مستوى بما يسعد الجماهير. احنا النادي الأهلي قبل نحو 30 سنة كان مقر النادي الأهلي التاريخي في الجزيرة. احنا النهارده ما شاء الله بنبدا المقر الرابع في التجمع. هذا التوسع الجغرافي والمساحي والمكاني في ظل الشعبيه الطاغيه للاهلاويه اللي بيسعوا
نيل عضوية النادي الأهلي هو في الآخر خالص لصالح الرياضة المصرية. شوارب عايز يفرجنا على بداية العمل في المنطقة الترفيهية، كل المنشآت اللي افتتحها مجلس إدارة النادي الأهلي بالأمس دي كانت بداية الأعمال فيها، هكذا كانت الجهود المتواصلة لفترات طويلة جدا من كل الناس اللي بتشتغل علشان تنتهي كل هذه الجهود وهذه الأعمال الإنشائية الكبيرة للصورة الجميلة اللي انتوا شفتوها امبارح. امبارح احتفل مجلس إدارة النادي بافتتاح منشآت جديدة في مدينة نصر، ضمت حمام أمواج صناعية، حمام سباحة للكبار، حمامات سباحة للأطفال، غرف خلع ملابس رجال وسيدات، وغرف خلع ملابس للناشئين والناشئات، ومناطق جلوس للأعضاء، ومناطق خدمية أيضا. حضر الاحتفال الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، والأستاذ خالد الدرندالي أمين الصندوق، والأستاذ إبراهيم الكفراوي، والأستاذ محمد الضماطي، والدكتور مهند مجدي، والأستاذ محمد الجارحي، والمهندس محمد سراج أعضاء مجلس إدارة النادي، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، والعميد حسن مسعود مدير فرع مدينة نصر، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وكان حضور كثيف من أعضاء الجمعية العمومية. أنا من هنا بقى لأنه في ناس بتبقى بتشتغل في صمت وفي الظل، وعلى رأسهم المهندس سامح علي كامل اللي بيقود كتيبة العمل والإنشاءات في النادي الأهلي. الحقيقة أنا بدخل الفرع بتاع النادي الأهلي في مدينة نصر بحس إن أنا في مكان آخر، في مستوى آخر من داخل النادي وخارجه. أعضاء النادي الأهلي في مدينة نصر يشعرون بهذا التغير الكبير واللي كان مطلوب وبسرعة، ووعد به مجلس إدارة النادي الأهلي في فترة الحملة الانتخابية، وأعتقد أنه حقق أكثر من 90%. أيضا أما رحت الفرع بتاع الشيخ زايد الحقيقة أيضا مستوى مختلف. احنا شايفين مع بعض المشاهد وننتظر ان يحلق نسر الاهلي فوق بوابه النادي الاهلي في مدينه نصر سريعا، وان يحدث ذلك وسيحدث قريبا جدا في الجزيره، لانه ايضا الجزيره رغم انه اللي معمول فيها اكبر بكتير من المساحه بتاعتها اللي مش سامحه، لكنه ايضا كتير جدا، وهذا الشيء يعني بيثير التفاؤل بمزيد من الإنجازات لصالح أعضاء النادي الأهلي في الفترة اللي جاية. وإن شاء الله بقى تبدأ قناة الأهلي قريبا تتابع اللي هيحصل في التجمع، في فرع النادي الأهلي في التجمع اللي بدأ فتح باب العضوية فيه. كل الحاجات دي بتخلي الأهلوية متفائلين بمستقبل أعظم كثير للنادي الأهلي في الفترات اللي جاية، لأنه النادي الأهلي بيكبر على طول وما عندناش خالص حدود لطموحات النادي الأهلي وأبناء النادي الأهلي. دي وقائع الافتتاح بالأمس، يعني المجلس كله حضر الافتتاح ثم توجهوا لأداء واجب العزاء للأستاذ طارق أنديل في وفاة المغفور له شقيقة. ده كان قبل ده على طول. يعني الرائع جدا يا أستاذ حامد إنه الخطة الإنشائية ماشية في كل الفروع والمقرات. نعم. الناس في الأول كنت أنت بتسمع أصل المجلس مهمل مدينة نصر، أصل المجلس مركز على الجزيرة، تكاد تكون الجزيرة أقل حظا بكل الأعمال الإنشائية عشان مساحة المكان طبعا. لكن أنا بقول فعلا أعضاء النادي الأهلي أو مدينة نصر أصبحت شيء مختلف بدرجة تتخطى 75% إلى 80% عما كان عليه الفترة السابقة. مزيد من التوسع، مزيد من تعظيم الموارد، مزيد من القدرة على الوفاء بالتزامات الأهلي تجاه جماهيره قبل أعضائه كمان. ما هو أعضاء الأهلي هم جماهيره وجماهيره الأهلي هم أعضاءه. ما احنا قلنا عندنا جمعيتين عموميتين، جمعية لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي اللي هي المحدودة، لكن الجمعية العمومية الملايينية
دي منتشرة في 27 محافظة مصرية، وما شاء الله بتزداد يوما بعد يوم، من أجل أيضا دعم وتقوية للنادي الأهلي في كل الأوقات. طيب الوقت بيدهمنا، لكن لابد من كرة القدم، نادي القرن ومهمة الدخول لدور المجموعات. الأهلي تخطى فريق جنوب السودان اطلع بره ويقترب من دور المجموعات، لكنه في طريقه في مباراة دور ال 32 بطل غينيا الاستوائية. الأهلي هيلاعب كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بعد ما فاز الأخير على ميكيلي أندريتا الأثيوبي 3-2 بمجموع المباراتين. المباراة اللي جاية على طول للأهلي، أقرب ارتباط للأهلي هو مع كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية. المباراة هتكون أحد أيام 13-14-15-9، يعني كمان 15 يوم بالظبط. المباراة الأولى هتكون في غينيا الاستوائية، مباراة العودة هتكون في القاهرة 27-28 أو 29 من نفس الشهر. الأهلي إذا كان أسس 1907، كانو سبورت تأسس 2014، مقره في مدينة ملابو. عبور سهل للأهلي لفريق اطلع بره جنوب السوداني. صحيح صحيح، يعني لكنه أنت المباراة اللي جاية هي اللي دخلك على دور المجموعات، دور المجموعات من دور 16 دلوقتي. نعم، لا الـ 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 إن شاء الله الـ الـ المستوى وال الفريق النادي الأهلي الموجود الآن تقريبا لا ينقصه شيء، قد ينقصه حاجة معينة تعلن قريبا أو كذا، لكن في كل المراكز احنا عندنا 2 و3 لاعبين. الفريق قدم الحقيقة، رغم انه نادي اطلع بره الجنوب السوداني في المباراة الأولى يعني كان لا يزال لديه الأمل، في المباراة الثانية لعيبة الأهلي كانت حريصة على إثبات ذاتها، وخصوصا اللعيبة اللي كانت راجعة من فترات اختفاء وفترات ابتعاد. سعيد جدا بالمستوى الكبير جدا اللي ظهر عليه الكابتن حسين الشحات اللي سجل هاتريك، كل صلاح محسن لعب يعني مباراة عمره، يعني 7 كرات ب7 فرص ومنهم هدفين. الفريق ككل كان بيلعب بجدية تامة، وهو ده اللي مطلوب من النادي الأهلي بغض النظر عن النتائج. فحققنا رقم اقترب من الرقم القياسي اللي هو 10-0 بال9 أهداف اللي سجلها النادي الأهلي، والجماهير يعني اعتبرت التوقف عند 9 إن شاء الله فأل خير للنادي الأهلي لكي يحقق التاسعة إن شاء الله في إفريقيا هذا الموسم، وسيكون لها طعم مختلف ومعنى مختلف بإذن الله. طيب المباراة كانت سهلة، العبور كان سهل جدا، الفريق المنافس الشقيق بطل جنوب السودان كان حديث العهد برضو بمثل هذه المشاركات الخارجية المهمة، لكن المؤكد حتى مع هذه السهولة الواضحة جدا في التأهل كانت هناك مكاسب كبيرة من هذا الدور. نشوف رأي الكابتن طه اسماعيل في قناة أون سبورت عن ما تحقق للأهلي من مكاسب في هذه الجولة. دكتور طه، رأي حضرتك إجمالا في اللقاء اليوم والمكاسب اللي حققها نادي الأهلي؟ أولا يعني المباراة دي اقناع للعيبة بانه الاداء السهل المرن المباشر ينتج عنه فرص كثيرة جدا وتسجيل اهداف بسهولة. هذا الاداء تم على فريق جايز فريق متواضع، انما لو 15% من هذا الاداء السهل قدرت تطبقه على فرق منافسة ممكن اعمل نتائج كبيره جدا. يعني انا بخلق على الاقل بخلق 4-5 فرص في المباراه او في كل شوط لو لعبت بالشكل ده. صحيح انا بخلق هنا 10 فرص ولكن مع فرق منافسه وقويه الاداء السهل الممتع المباشر اللي فيه تعاون ده. اللي فيه التعاون في مفيش انانيه بنصلح لبعض لعيبه الكره بتتلعب الصح المطلوب بالظبط. هذا الاداء لو انا طبقت مثلا زي ما بقول 20-30% من هذا الأداء على فريق منافس ليا
وقدرت انفذ دوت هيديني على الاقل 3 4 فرص في كل شوط. لو عندي امكانيه في التسجيل، لان برضو تسجيل النهارده مش محتاج هدافين، لان كرات سهله جدا يعني بالعرض جول فاضي حاجات من هذا القبيل، وان تو واحد بينفرد يعني مش فرص صعبه كتير، لكن من خلال الجماعيه بتلاقي الفرص سهله اللي وصل الجول سهله جدا. فانا بقول ده اقناع للعيبه، ان انا لان ممكن هذا الجيم كان ممكن يتلعب بطريقه فيها شيء من الانانيه، كل واحد يجيب جول وواحد يمسكها مش عايز يسيبها وكلام نازل قبيل، ممكن تطلع باربع تجوال لكن باداء زي الشوط زي الماتش الاولاني. لكن الماتش ده بيبين بالبرهان للعيبه ان ممكن هذا الاداء اقدر احاول اطبقه على فرق منافسه، بس طبعا هنفذ منه زي ما بقول 15 20% من هذا الاداء، لان الفريق اللي قدامي فريق واعي، فريق كبير جدا زيه، لكن هقدر اخلق معاه فرص. هذه الفرص هتساعدني في عملية ان انا مش محتاج ان انا يكون لازم يكون عندي هداف هو اللي هيجيب الاجوال، انما ممكن من خلال هذه الفرص اي واحد يجيب جول. عشان كده انا بقول اكبر مكسب في هذه المباراة انها تقنع اللعيبة بان اللعب السهل الممتنع المباشر اللي ما فيش فيه انانية واللي فيه التصليح مع بعض، ولو ان فيه لعب ضيق كتير حصله بشكل جيد يعني اتخلق منه فرص بشكل جيد. ده انا بقول ان صحيح انا ما بعولش على المباراه وبقول ان الفريق دوت يعني انا كسبت 7 ولا 9، انا مش بص لدي خالص، انا باصت ازاي جت الاجوال. كل الاجوال جت بسهوله جدا وبتعاون مع البعض، بانتوهات بريتريشن عرضيه جول فاضي بنقلها، كل ده نتيجه ليه اللعب الجماعي السهل اللي عمله الفريق. استاذ حامد، الشيخ طه شايف انه اهم مكسب ان اللعيبه تقتنع انه اللعب السلس السهل هو اللي ممتع وهو اللي يحقق النتائج الايجابيه الكبيره. ما هو ده كان 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 مكسب مهم جدا بالنسبه للعيبه، خصوصا الاربعه او خمس عناصر اللي دخلت في تشكيله الفريق وعملت اللي مطلوب. هي عملت المطلوب، اللعب بدون تعقيد، بدون قيود، يعني بدون قيود، هو بيلعب اللي شايف ان هو يمشي، والجمهور بتاع النادي الاهلي كان سعيد جدا. بس زي ما قال طبعا الدكتور طه اسماعيل انه هذا ليس المقياس، لانه انت هيجي لك فرق اقوى. بس انا لا اعتقد انه فرقه غينيا يعني في يعني اللي عمرها 5 سنين هتبقى يعني عثره، حجر عثره امام وصول الاهلي لدور ال 16. لكن الكوره الاحترام الشديد لكل منافس والحذر الاشد من واجهه يعني اي فريق، لانه التعامل مع اي فريق في افريقيا على انه ده حديث العهد. الكره المصريه ياما عانت وخرجت من ادوار كتيره وبطولات كبيره على يد فرق صغيره او كانت تظن انها صغيره. لا بس ان شاء الله انا ثقتي كبيره جدا في النادي الاهلي، سواء كان جه المدير الفني او ما جاش المدير الفني، باللي موجود ان شاء الله الاهلي قادر على ان يحقق الاهداف بتاعه جماهيره. طيب ده المكسب المهم اللي شافه الدكتور طه اسماعيل. هل نجم نادي الزمالك محمد ابو العلا شاف نفس المكسب للاهلي ولا مكاسب تاني؟ كابتن ابو العلا، بالنسبه لحمدي فتحي بشوف ان هو واحد من افضل الصفقات اللي اجراها النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، ولعيب مميز جدا. دي حقيقه، يمكن ظهر بشكل كويس جدا وكان ليه دور في الدور الثاني مع النادي الاهلي الموسم اللي فات ساعه ما جه من انبي، يمكن في انتقالات يناير. الميزه كمان هو خدها واحده واحده يا ابراهيم، يعني ما خدش مره واحده فاتحرق. اللعيب تاخد ثقه واحده واحده، بينزل ربع في ساعه في نص ساعه، ابتدى كمان يهدف، ابتدى قريب من التلت الهجومي، ابتدى يبقى يعتمد عليه بشكل او باخر، ابتدى يقعد اما بيلعبوه جنب السليه او بيلعبوه جنب حسام عاشور، ده بيزيدوا ثقل ان هو بيحس بثقه، ما بيبقاش هو اللي شايل مره واحده الحمل او بيشيل المسؤوليه، فما بيتدرج. وده اللي شفناه حتى مع حسين الشحات على فكره. فكره التدرج ده بتخليه الثقه بتيجي واحده واحده، بتخليه تحس ان هو خلاص بقى فرد في المجموعه، بقى عارف قيمه التيشيرت اللي موجود، بقى عارف ايه الشخصيه اللي مطلوبه منه في الملعب، لان لما بتلعب في انديه مختلفه غير لما بتلعب في وسط جماهير وبتلعب على ضغط وفي كذا بطوله، لما بتلعب في الدوري بس غير لما بتلعب في دوري افريقيا وبطوله عربيه وكاس مصر، الامور دي كلها بتبقى طبعا بتبقى انت اون سبوت وبتبقى محتاجه ضغط عالي. لكن حمدي فتحي واضح ان هو لاي بروميسنج، عنده امكانيات كويسه، خد ثقه، سنه صغير، مجهوده كويس جدا في الملعب، اضافه جديده كمان شفناها ان واحد التصويب اللي موجوده النهارده صحيح ان هو بيلعب بدماغه جوه ال 18، حلوه قوي دي، حاجات انا الجون من احلى الاجوان بصراحه اللي جت النهارده. الجول السادس
فاول مرتين سجل. فهو وكان فعلا بيبقى ليه دايما حضور في ال 18 وفي الدوري فعلا. بالظبط طبعا فعلا كان قبل كده جاب جون كمان مهم للاهلي في الدوري. هو لعيب كويس لكن مهم ان انت توظفه. هو لحد دلوقتي متوظف بشكل جيد والتوقيتات اللي بياخد فيها على فكره يا ابراهيم توقيتات جيده خدماه. صحيح. يعني ممكن لعيب ياخد توقيتات يعني تخلص عليه بلغه الكوره تبقى تحرقه. دي من ضمن الحاجات. بس انا عايز اتكلم في حاجه تانية. انا شايف ان من ضمن الايجابيات اللي موجوده في مباراه النهارده ان انت عارف لما تجيب اربع اهداف في الشوط الاول ممكن تخس شويه الشوط الثاني. لا انت فضلت محافظ على الدوافع جبت خمسه, جبت خمسة كمان الشوط الثاني. فدي في حد ذاتها ان انت تقريبا موزع مجهودك على الماتش كله شغال بريتم واحد تقريبا. المايه اللي انت شغال بيها او الريتم اللي انت شغال بيه او التيمبو اللي شغال بيه طول المباراه ما نزلتش عنه ما اخترتش الحل الدفاعي. ده من الحاجات الايجابيات اللي موجوده النهارده. ويمكن دي كانت برده من الحاجات الايجابيات اللي كانت موجوده مباراه الزمالك ان انت بعد ما جبت اهداف كتير لا مصمم انك تجيب اهداف كويسه جدا في دور ال 64. ده بيدي رسائل كتير جدا للفرقه اللي هتلعبك بعديها. بيدي ثقه لعبتك. انت النهارده اتولد دويتو عجبني جدا النهارده بين احمد فتحي وحسين الشحات. النهارده مباراه مش مقياس ابراهيم خالص ومفيش مدير فني يقيس عليها. بس انت ممكن انا بيني وبين انا كلاعب زميلي النهارده لما يبقى في دويتو بين حسين الشحات واحمد فتحي شوف اكتر الاهداف الشوط الاول تحس انها فيها الاربعه من ناحيه اليمين ناحيه اليمين حتى لو اللعب بيتجمع ناحيه الشمال بس الاربعه من ناحيه برافو عليك. وتلاقي دايما ان في توازن ما بين احمد فتحي وبين حسين الشحات لدرجه ان هم كمان يعني احمد فتحي كان عارف ان حسين الشحات لما عدى لعب للكره اللي تحت مستنيها. فطبعا يعني كان في دويتو كمان ما بين قفشه وحسين الشحات في الهدف الثاني شفناه 1 2 كويس. النهارده ثقه كبيره جدا لان في اثنين لعيبه اول مره يبداوا قفشه ومحمود متولي. قفشه عنده احسن من كده على فكره بكتير. صحيح. لكن هو عشان يدخل لازم يدخل واحده واحده زي ما حمدي فتحي دخل زي ما حسين الشحات دخل. لان قفشه عنده ميزه هي التصويب والركلات الثابته بيعملها بشكل مميز. صحيح. جدا جدا وعنده رؤيه جيده. ابو العلا بيشيد بحمدي فتحي واحد من المكاسب المهمه للاهلي. صحيح صحيح. يعني كانت المباراه فرصه كبيره ان هو يظهر قدراته. انا بقول كل اللعيبه اللي كانت يعني لم تلعب من قبل او كانت يعني مختفيه متغيبه اعتقد انه اتاحت الفرصه ليها كانت رائعه. وبعدين ما ننساش كمان انه صحيح النادي الاهلي كسب 9 لكن الاهلي على مدار تاريخه الافريقي يعني حقق كتير جدا. الفوز ب 5-0 وحقق فوز اكتر حاجه كانت 5 وحقق الفوز ب6 وحقق الفوز مره واحده ب7. يعني الاهلي في الاهلي في 77 7-2 المدينه وحقق 6 وحقق 5 كتيره قوي يعني يعني ان يعني ده 6-0 و6-1 يعني 6-0 في 2005 على فيلا الاوغندي و6-2 على النجم الساحلي و6-0 على اليوباردز الكيني في 87 ارقام كتيره. الشحات هاتريك وده مش اول هاتريك في تاريخ الكره الاهلاويه في البطوله الافريقيه. الكابتن محمود الخطيب عنده 3 هاتريك يعني هو هاتريك 3 مرات في شباك دينامو زهرار الزيمبابوي عام 83 في دوري الابطال، في شباك دراجونز البنين عام 85 في ابطال الكؤوس، في شباك ليوبارد الكيني عام 87 في دوري الابطال. كابتن زكريا نصف عنده هاتريك مره واحده سجلهم في كالونيا ويندي عام 83، والكابتن حسام حسن عنده هاتريك مره واحده مع الاهلي كان في شباك ماجد تنزاني في 93، كابتن خالد بيبو عنده هاتريك مره واحده في سان داونز في 2001، الكابتن محمد ابو تريكه ايضا عنده الهاتريك مره واحده كان في شباك الملعب المالي في دوري الابطال 2012، وليد ازارو عنده ايضا هاتريك في فريق بلاده النجم الساحلي في دوري الابطال هو المغربي وليد المغربي وليد ازارو المغربي في النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي ابطال افريقيا 2017. على ذكر وليد ازارو لازم اخد رايك السريع فيه. حديث الناس ان يبقى ان يرحل يكفي ان انا اقول لك النهارده في جريده المسا منشتها ازارو باق في الاهلي واجاييه يرحل. على النقيض في نفس التوقيت الاهرام المسائي معركه الاهلي ازارو المهاجم المغربي يحاول معاقبه الاداره بالرحيل. صحيفه مسائيه تجزم برحيله واخرى مسائيه ايضا تؤكد بقائه. لا ما هو هنا هبقى مضطر ان انا اقول مره اخرى ان استخدم التعبير اللي البعض يعني ايه علق عليه كتير هي البزراميط في الاعلام الرياضي.
البزراميط، بزراميط الإعلام الرياضي. أنا أرى كوارث، أنا أرى صحف كبيرة تنقل كوبي بيست من مواقع، يعني اللي بيحصل في الإعلام الرياضي وكأنهم اكتفوا بأنه الصحف لم تعد تقرأ، فما بقاش يهتم بما كما ينبغي، لأن اللي هو بيكتبه ده بيسجل في التاريخ. فالناس بتقول وبتبقى 90% من الأخبار استنتاجات وهكذا دون مصدر، دون تأكيد. أنا أتذكر أنه في 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 يوم زمان أستاذ الأخلاق الصحفية الرياضية رحمة الله عليه الكابتن عبد المجيد نعمان، دخلت مكتبه وكان بيستخدم لسه التليفون القرص وقعد يجري مكالمات تليفونية لمدة تزيد عن 20 دقيقة أو يطلب التحويلة، لأنه كان يريد أن يتأكد من مباراة في دوري الدرجة الثانية كانت بين أسوان وفريق، فلف الدنيا عشان يتأكد بالخبر. وهذه هي أخلاق الصحافة. أستاذ حامد كنا سعداء بك النهاردة. أنا اللي كنت سعيد بيكو جدا، وأنا بقالي فترة طويلة لأسباب كتيرة ما كنتش متواجد. الله يسلمك. دمتم للأهل دائما، ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 11 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.